البطل راجل ونص، ولكن مشكلته مشكله. تحلق قلبه وحده خلاه كيموت عليها وطمع في الحب ديالها، وقلبها يحن عليه، وداكشي علاش غيتصرف في تصرف ما عرفو صحيح او لا غلط. كيفاش؟ اتعرفوا مع سرد القصه. والبطله زوينه قاريه، جات الظروف تلاقى مع البطل وتخدم عنده، ولكن مع مرها عرفاتو فاس وغتصدم صدمه حياتها، ومن بعد غادي تعرف كيفاش. هي قالت: آه منك ومن كبريائك وغرورك جعلتني أعشقك بكل تفاصيلك، وأرى نفسي ملكة على عرش فؤادك، فأرجو منك لا تبتعد عني، فأنا حقا أخاف المستقبل من بعدك بعدما جعلت من نفسي أسيرة قلبك. وهو قال: آه منك ومن طيبوبتك وبراءتك وبساطتك، كيف جعلتني أعشقك أموت شوقا إليك وأرى نفسي طفل أمامك عندما تأخذني إلى حضنك. آه منك ومن بريق عيناك وسحر ابتسامتك، جعلتني أحن يوما بعد يوم إليك وأخاف الحياة في بعدك. قصة رومانسية، ولكن يقدر يكون فيها الكثير من الواقع. احنا ما عارفينش كل واحد حياته، كل واحد شنو عايش. في فيلا بالضبط، في صالة كبيرة قابلة معاه زاج كبير كيطلع للبحر، صالون كله باللي فوطو، جالس حاط قدامه البيسي خدام عليه مزيرة على القبضة ديال يدو. هذا واعد عصبي من الدرجة الأولى، عكس با حيدر دائما عقد 111 في حجبانه، الهبة ديالو حاضرة في كل مكان، وبمجرد ما كيتذكر اسم عهد سلطان كل شي كيسكت وما كيوليش تعود الهضره من بعده. شخص بارد من برا، ولكن من داخل البركان الى مشى حتى تفرقع عليك حصل لك تنتحر نيشان. سمعت ذلك يا صوني هزو شاف شكون وجاوب: شنو انت غتجي؟ عهد شاف ساعته شي ساعه مزيان، يلا كنتسناك. عهد: نبغي كل شي يكون واجد، كن هاني يا صاحبي خاص غير انت. عاد اوكي، قطع معاه سد الباسي، هز كاس ديال القهوه وراه مشى للبالكون، وقف فيه وكيشوف في السما، غمض عينيه خدا نفس طويل وخرجو، وجات صورته بين عينيه منظرها وهي كتبكي. ابتسم بلا ما يحس نهائيا، حل عينيه ودخل حط الكاس فوق الطبله، ونطلع لبيتو. نيشان الدريسينغ تخليه وها السروال سيغفيت لبسو، تيشيرت في الاسود لاصق على عضلاتو الصلبه المتماسكه، سبادري ديالو والساك عندو دائما موجود. خرج من تما، ركب في اللوطو كسيره موقف غير قدام واحد المكان مهجور، نزل دو راسو، خدا سوارت للراجل اللي كان واقف قدامو. من شافو جاي عاد: فين هو الزين؟ الراجل راه لداخل. عاد: كلشي هو داك؟ كيف طلبت يا سيدي؟ عاد: مزيان. زاد قدامه ودخل الداخل، ما حد كيدخل، ما حد الصوت كيسمعو. ملي شافوه داخل بداو كيهسفو باسمه فقط، إيراكس إيراكس إيراكس، اي كيهنيو بها الصقر، حيت حتى حاجه ما كتخفى عليه. توجه للحلبه، وقف كيشوف اللي داخل، ابتسم ودار عند اللي معاه بنت شوفه فهمو، وتوجه المكان تغيير، تخليه يلبس شورت قصير، وبدا كيلوه على يديه واحد البونس مبيضة حتى كيدخل عليه صاحبه. زين سولتي عليا؟ عاد: هذاك خاين هنا؟ واكيد صاحبي. عاد: مزيان. شرش مليا مو مزيان. عاد بنصف ابتسامة، غنفضي مع بو الكلب نوريه كون هاني. زين هذا هو صاحبي اللي كنعرف. ما رجعش هدر، خرج توجه للحلبة، دخل ليها وصد الباب اللي من الحديد، شاف هذاك اللي مقابل معه وجد راسو، وبدات المصارعه. وعاد ما جات فيه حتى دقه، بالعكس الاخر اللي كلاها من عنده ما طلقو حتى ولا في يدي شرويطه. الناس كتحسب باسم ايراكس، وهو خرج من تما مشى نيشان كيبدل حواجو، وخرج تبعو زين حتى اللوطو. زين وفلوس كتير بزاف صاحبي. عاد: شنو غندير بيها؟ راه كنحطو في الكونت. الجمعيه اللي مترأسها بيسان. زين ضحك حتى الودين من سماع سميتها. مالها؟ عاد صغر عينيه. تجمع معايا صاحبي، راه تجمع معايا. زين
راه كنبغيها بنادم مالك عاد عرفتي جيتيني صاحبي، اما نخلط امك مزيان تخلي الكلب ديال الخلاي ياكلوك. طلع اللوطو وكسيرة خلا زين كيشوف فيه، فمك قادوس مع عمرك تصلحو. اه لا حبي مخلياني كتسمع الهضره، على قبلك بالحق نمشي حتى ناخدك. طلع اللوطو ديالو وتبعو للفيلا، تخليه ما لقاش مشى لواحد البار صغير عنده، هز جوج الكيسان قرعة الشراب ورجع جلس كب ليه وجلس كيشرب حتى هو قعد فركاس غير شافو عرفو فين غادي. نضج مع الوقفة بزاز منه وتبعو. في أحد أحياء الشعبية دراري صغار كيلعبو، بنات لعبي لاسيك شي تخبع وصاحبو كيقلب عليه، البزناسة جالسين في القهاوي مقصرين على كاس ديال أتاي وكيتشرطو شكون يخلصو. مرة كبيرة غادة تسخر، بنات شادين شمعة ونميمة من بنات الحومة، كانت راجع بحالها خيبة الأمل كيف ليما، عينها منفوخين من بكلي بكاس، وهذا هو حالها دائما، كتقول ما عندي زهر في كل شيء وهكذا كتحمد الله على كل شيء. قربت توصل للدريمة ديالهم وغتلقى مع وجوه العذاب اللي كيضلو غا يضحكو لها، كتبدا تسمع موالهم كيف العادة. قريتي حتى عييتي اخاتك ما لقيتيش خدمه تقزي تشقاي، كلا لياتك هي المخيره فيهم خارجه من الكاطريه. تنهدات هي تسمع صوت تلكي صوني، هزات وشافت نمره الفيكس جابت. الو الموارد البشريه، بونجور، معك شركه سلطه المعمار، بغيت نهضر مع مادموزيل نفس. نفس هي انا، بون مادموزيل كنعيط لك باش نهنئك بيداغوجيا، شافت السي في ديالك قررت تخدمك، كتفت لك اعتذار خاص على تعامل الفض ديال الموظف ديالنا، كنتمنى غدا مع 8 تكوني هنا باش تلتحقي بالبوست ديالك، نهار مبروك. قطع بقات مصدومه، واش بصح قال غدا تلتحق بالبوست ديالها؟ تسمات والفرحه كسات قلبها، زربات في المشيه ديالها وخاصه غير فوقاش وصل للدار، دخلت دربهم شافتهم جالسين غير شافوهم يبداو ثاني في داك الكير. البنت الاولى ايوا نفس اش درتي؟ نفس ديار ديال الله. البنت الثانية هي هاد المرة ما كاين والو كيف العادة. نفس ديها في راسك شي خاشي قمقمك في كل شيء. البنت الثالثة سمعتوها، سير 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 دخلي دارك مجفي على قلبك، شفتي على هاد الدرب راك ما خارجة. نفس ضحكات حتى الى ما خرجتش قارية بعدا واعية، الخيرة فيكم تعطيها العربية بدات تمتم فيها. يلا المهم نخليكم عندي ما يدار. البنت الاولى ناسك من بيجامته وبدات كتهضر كيف المشرب لي، شفتك كتحلي عليا فمك هنا بربي حسن نخرج من فمك طول عرض. نفس ابتسمت بالقهرة، سيري اختي سيري قلبي عليا، سيري قلبي عليها في اكادير اللي لقيتيها سلمي لي عليها. دارت غادة بحالها وهي تشد هذيك البنت من شعرها، يلا غتجرها منه ما كتحس غير بالراس غير. طارت من قدام نفس جات مفروشة في الارض على طراسة، شافت شكون اللي ضربها وهي توبش. نفس واش تسطيتي ولا مالك؟ وبربي وما عاود حسن تغنخلطك. شاف ديك البنت يلا حادي من هنايا اللهم اسبعدي تنوريك. البنت ثانية صافي صافي خويا المنشار والله ما باقي نعاود المنشار، يلا تب لعندو شي خربة يمشي ليها. حنا وريوسو مشاو، دور راسو ما لقاش نفس حداه سبعها وشدها من يدها المنشار. كوني هاني يا زماني اخر ما حدا شي وحده تقرب ليك. نفس واش انت حماق ولا شنو؟ عطيني اتساع. المنشار وما نقدرش الحب، انت راك عميمر والكوبينه هزي. نفس اوف انت راك مسطي، اعطيني اخويا ابتساع ولا غنقولها لبا. المنشار قولي هالي باش نجي نخطبك نيت. نفس واك واك عباد الله وما يمكنش حيت ما كنبغيكش. خلاتو مشات هو بدا كيغوت، واه الحب كيجي من مورا الزواج العمر. تعصبات من هاد الشمايس كل نهار المشاكل مشاكل مع هاد الدرب، دخلت لدارهم وطلعت لبيسات بدل عليها. بدات لتحت شافت راجل كبير جالس على سداري، مشات باست لي يدي وجلست حداه. با علي بنتي على سلامتك؟ انا فاس نهدات الله يسلمك. با علي مالك بنتي؟ اتصلت بيا الشركة دابا وقالت لي غدا نمشي باش نلتحق بالبوست ديالي. وهذا خبر مزيان، اخيرا غتحقي حلمك. نفس عندك الحق با علي. ومالك بنتي مقلقة؟ تشدي مع داك اللي سميتو المنشار ثاني طلع ليا في راسي والله. با علي خدمي 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 وجمعي الفلوس وسيري بحالك من هاد الدرب. نفس وانت واختي سوريا من نخليكم
بعلي خدا يديها طبطب عليها، ما غاديش نخليوك بوحدك بنتي سوريا، راه تزوجات وغتمشي لدار راجلها وانا كنتسنى غير الاجل ديالي، بقيتي ليا غير انتي. بس لي يديه، الله يطولنا في عمرك ويخليك لينا يا ربي. علاش كتقول لي الهضره دابا؟ با علي بقى ليا قد ما فات. بدات كتقلب في الهضره، شربتي دواك بعدا ياك؟ نوض 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 ندير لك الكوت دابا، يلا نوض يلا. واخا بنتي مشات للكوزينه، دخلات لقات العينه لدمها كتوجد وشاده على فمها باش ما يسمعهاش، حيت الاب ديالها مريض بسرطان في المراحل الاخيره، والطبيب ديجا قال لها صافي، مبقاش حتى حاجه كتقر فيه. نهدات مسحات دموعها وجبدات تكيكه من الفران اللي كانت صايباتها في طبيسلات مع مخيمرات، سخناتهم قهوه والحليب حطاتهم فوق الطبله، وحطات معاها شويه الكونفيتور وزبده وزويته بلديه والزيتون حتى كتشفخها. فتح الباب، فتحت الباب داخله وهي تنهد سوريا، السلام عليكم. نفس وعلى سلامتك، الله يسلمك، واش شفتك مزيانه؟ نفس لي والحمد لله، اتصلت بيا شركه اليوم وغدا غنبدا الخدمه معاهم. سوريا صغرت عينها، اين شركه؟ نفس سلطان. هذيك اللي اتصلت بيها البيداغوجي، عرفتي شنو هي البيداغوجي؟ غندر بالفرحه. سوريا دوزت على شعرها، تهلاي ليا غير في راسك، ان شاء الله بيكون غير الخير. وبعلي يلا يلا كولي كولي يلا. هي الاولى كبات ليهم بداو كياكلو، سالاو نات سوريا نفس بدلو عليهم وخرجوا بزوج، مشاو لجهة البحر شراو الزريعة بداو كياكلو فيها حتى بدات الشمس كتميل الغروب. نوضو جمعو الوقفة وانتم راجعين في الطريق، دخلت نفس في شي جسم كبير وعريض على دراسة وهي تصدم واحد الغزال ابتسمت ليه وبدات راسها غادة مع ختها بالزربة بلا ما تشوف فيه. جالسين في الكافي قبالتهم البحر كيشرب من القهوة ودماغهم مشى معاه حتى زين، ما عارف واش كاين او لا لا. حط يدي على طبلة وطرطق صباعه قدامه. زين فين مشيتي؟ انا معاك. متأكد؟ عاد متأكد على مالك؟ زين ايوا ما عارف، على الاغلب غدا غيكونوا هنا، عاد خاص شي حل مع دوك الكنوس هادوك طلعوا ليا فراسي، كل مره جايبه ليا مصيبه في شكل. زين واصبر صاحبي، كل شيء غيكون كيف بغيتي. بالنسبه للاسهم ديال ديك الشركه طايحه بزاف وانا بغيت نشريها، وهكذا غنكون فتحت فرع اخر في امريكا. زين يعني باغي تطيحهم كاملين؟ شنو اللي باغي تطيحهم؟ هز عاد راسو ويعقد ال11 كتجسس عليا. لا ولكن اللي قدامك قدام الربح في هادي. خدا كرسي وجلس. هاد الخطرات لقيت بتيتيت في هاد البلاصة. زين شي مصبوغة كيف العادة؟ لا لا شي مصبوغة طبيعية، كنموت انا لهاد النوع. عاد نتا من نهار عقلت عليك وانت ميت. زين رقبال واش داز بصح؟ زين رقبال زين زين. عاد شنو تشرب؟ ما كانش واحد كاس دابا عرض المجاج. عاد وقف هز سوارد اللوطو ديالو والتالي ديالو، نوضو نوضو نمشيو نضربو شي دويرة ونتعشاو ونمشيو نسهرو. رقبال هي الأولى، شكون خا يخلص هاد الخطرة؟ عاد رقبال شكون من غيرو؟ نوضو خرجو بتلاتة ركبو في لوطو وحدة كسيرة، راه عاد كيدورو باللوطو حتى وقف في واحد المطعم، دخلو تعشاو مجموعين وخرجو يسهرو نيشان. وقف في سطوب وكيتسنى الدراري مشغول بدرا حتى كيشوف وحدة دايزة شادة من وحدة أخرى. حقق الشوفة كتبان ليه نفس لي دايزة، بقى متبعها بعيني متيقش. تشعل الضو الخضر والطوموبيلات بداو كيكلاكسوني وهو مشى حتى هنا حتى زعزع رقبال. رقبال ايهو مالك؟ عاد والو. رقبال ايوا يلا زيد صاحبي. زين شي بواط يكون واعر؟ عاد هي اللولة كسيرة حتى وقف قدام واحد وزلو الفرسان بثلاثة، كل واحد العظمة كل واحد هاد شخص صهاري. زين ضحكو ورقبال جامع الفوق كيبان الفي اي بي بيناتهم بزوج، دخلوا لداخل وخداو بلاصه اللي كلشي كيتمنى يجلس فيها. خداو فودكا وجلسوا عليها. تحت كانوا جوج ديال البنات جالسين وكيهضروا مع بعضهم حتى كيشوفوهم داخلين ابتسموا. عرفتي شكون هذاك؟ غفران. غفران شكون هذاك؟ عاد سلطان وريث سلسلة شركة سلطان، والوطيلات ديالهم كاينة في أكادير. غفران فدوى، هذه هي الهمزة فدوى. شكون غيديها فينا؟ البنت الثالثة عرفتي
ليلة واحدة معاش كتسوى الملايين. غفران شحال كيعطي الليلة؟ البنت الثالثة آخر واحدة عطاها جوج المليون وزيدي عليها راجل بكل مقاييس. غفران ابتسمت وقفات ردة شعر اللور بكل تكبر. إيوا على هاد الحساب غنولي مليونيرة. فدوا فين غادا؟ غفران غادي مشي. سمت غادا يلا خلاتهم مشات عندو نيشان القصدها. فدوا علاش كتبتي عليها؟ البنت حتى هي عايقة براسها خليها ما غاديش تخرج حية. فدوا انا بغيت غير داك الزين اللي حداه. البنت الاخرى هذاك اللي هي الدوا بعدا. فدوا هي عارفاهم. البنت معلوم راه رئبال هو صاحب هذا البار الا ما في خباركش. فدوا دورات وجهها كتشوف رئبال وابتسمت. انا مشيت. البنت فين؟ بحالي. البنت قلتي قلتي الله بدينا السهرة. فدوا غدا خدامة بسلامة. خرجت من تما ومشات شدا الطاكسي حطها في الدرب ديالهم. فدوا هي بنت من الشعب باها وامها ماتو خلاوها عندها 8 سنين. عاشت مع جداتها هي اللي رباتها وقراتها وخلات ديبلوم في الهندسة المعمارية. وماتت جداتها هادي عام تقريبا خدمات في شركة سلطان ولكن مع عمرها تلاقات مع مسيريها نهائيا. عندها علاقة غير مع المدراء ديالها وباش تكون مع واحد لاباس عليه كتقول شبه مستحيل. كتمشي للبار مع صحاباتها مرة برا ولكن مع عمرها ما دارت شي حاجة خايبة. بالعكس محافظة على راسها وعلى الشرف ديالها اللي سهلو. جالس والكاس الشرف في يديه مرشح راسو النور كيطلع النفس ويهبطها بهدوء. جوج المرات شافها وعشات لي في الدماغ شنو اللي فيها خلاها ما تردش ليه البال. مين كان في لاسانسور كانت كتهضر وكتحرك بطريقة كيوت خلاتو ينسى راسو. قلب الخدمة كلها في الشركة على قملها. هي حلات عينيه على شحال من حاجة. أولها انه كان مخدم غير ولاد الحرام في الشركه. حس بشي يد كدوز على صدرو حل عيني شاف صحابه كل واحد شاد وحده ويا كي ضحكوا دور راسو يلقى وحده جالسه حدا هو يغوش. غفران قالوا لي الزين جالس وحده جيتني ونسو عاد هبط الكاس مع من تشاورتي. غفران شفتك مهموم. زين سمع هو يضحك مهموم نيت رقبال ما صحتي لك غير نوضي معاش اللعب. غفران ماشي مشكل كان موز انا في الناس اللي ما معاهمش اللعب. عاد مسحب ليش؟ غفران جرب وتشوف. هالصبع دوز على جبهته نخاف عليك مني. غفران نادت وانا كان موز في اللي بحالك. مشى هاد اللوطيل وداها معاه مع دخلو سد الباب. عاد عاودو لك عليا البنات نيت. عاودو لي عليك. عاد علاش كتكذبي؟ كون سولتي البنات بصح كيف ما كتقولي كانوا غيقولوا لك شنو كاين وغادي يقول لك بعدي من هذاك. ولكن انت جيتي عندي برجليك كتخرجي من هذا البيت نيشان السبيطار. غفران خافت خصوصا من دابا راه ديال صوتو. كيفاش؟ عاد غنشرح لك. وغادي تابعها وهي راجعه من اللور حتى تلصقات مع الحيط. شد لها يديها ولصقها مع المينوط حتى رجليها وهي غير كتغوت ويجبد واحد الصمته غير شافتها حلت عينيها وبدا كيخبط فيها وهي كتغوت. وعاد كي كيقول لها زيدي غوتي زيدي ما سمعتش مزيان عافاك اخر مره. كان عاد حاقد على هاد النوع ديال البنات هادو اللي كيبيعوا نفوسهم على قبل الفلوس. لذلك اللي كطيح في يدو كيعطيها تقلات العصا وكيخليها بحال هكاك. بقى كيضرب فيها حتى خلاها شرويطه وهز الجاكيت ديالو وخرج من تما. خلاها هكداك مربوطه والحما كله دايز بالدم بالاثر ديال ديك الحصان اللي عطاها. وكسيره نيشان الفيلا ديالو تخليها تلحق على الفوتاي ورجع راسو اللور مغمض عينيه. جا نهار جديد واقفة قدام الشركة بالباسة الرسمي أو نهار ليها في الخدمة. كتشوف فيها وتنهد خدات نفس عميق ودخلت مشات نيشا للاستقبال. نفس سلام سلام أنا نفس القدميري جيت اليوم على قبل الخدمة. غطلع للطبق الثاني غتلقيت مع واحد البنت سميتها فدوى المسلمي هي اللي مكلفة. نفس واخا شكرا. خدات نفس ومشات طلعت في الاسانسور طبق ثاني وصلت ليه ويتفتح. كانت معها عامر بالمكاتب مختلفة. سولت على فدوى وراوها ليها ومشات قاصدها نيشان. نفس سلام. فدوى هزت راسها شافت فيها سلام على نفس القدميري قالوا لي الاستقبال جي عندك. نفس انتي الموظفة جديدة اجي معايا. شكرا. زات معها كتشوف الدنيا من الداخل. فدوا غتمشي عند مسيو زين ولا غيتكلف بسطاج ديالك حاليا وغتكوني معايا دخلي انا نتسناك هنا. نفس واخا شكرا.
دقدقات كان حاني راسو، شاد في يديه ورق الموظفين جداد وعطيها بالظهر. كاينش هنا. اما زين جالس في المكتب ديالو. زين مزيان من جيتي؟ عاد خدمتكم ولات كتجيني ناقصه. زين عندك الحق، عاد زيد عليها انت هنا وما كاينش. زين واشنو ندير؟ راه الدرك كله عليا. عاد ري بال هذاك ما ناويش الطريق. زين واه منضش فهمتك. سمع الدقان، شافوا بعضهم ويتحنحن. زين دخل، نفس سمعته ودخلت. سلام. زين مرحبا. نفس دخلت سدات الباب وتوجهت لعنده. بقات واقفه. انا نفس القدمه اللي اتصلت بيا البارح قبل الخدمه. شاف عاد اللي سمع صوتها شي حاجه في الدخل ديالو رجفات بحال ما عرفش شنو هي. زين انت اللي اختارك البيداغوجيا؟ نفس حتى انا استغربت. زين خاصك تكوني قد المسؤوليه، حيت ماشي كل شيء كيحصل على هذا الشرف. نفس ان شاء الله الله يحشمنا. زين درت بحث ديالي، لقيتك تقبلتي في اكبر جامعه في امريكا. نفس اه. زين كيفاش هاد القضيه هادي؟ واش الفلوس كتمشي لتحت ولا كيفاش؟ نفس تعصبات ولكن ما بيناتش. كنظن ان الجامعات كي بحال هادو انك تقبل فيهم بكفاءتك ماشي الفلوس. زين وعلاش ما مشيتيش اليوم وخسريتي المغرب؟ كنتي غتلقاي فرصه صعبه احسن من هنا. نفس كل واحد والظروف ديالو. مادية يمكن ما نهضرش في هذا الموضوع. زين اوكي ماشي مشكل، انت غتكون خدمتك تصمي ليا هاد المبنى ونشوف المستوى ديالك. نفس اوكي. قدسمع عند الدوسي وخرجات عند فدوى غير سدات الباب. هو زين يجي فيه كسب في راسو. عاد تمال امك معاه. زين بغيت نشد فيها صاحبي. عاد وديها في راسك حسن من جين تخبط امك مع هذاك الحيط اللي حداك. زين واه كالم كالم انا ساكت. خرج عاد من تما ودات فين خدامه، شافها جالسه وفدوى خدامه معها. ابتسم وتوجه البيرو ديالو نيشان طلع ليه وشعل الكاميرا كيشوفها خدامه. خرجت من عندو عينها باغين يسيلو بالدموع، حيت كانت باغا تمشي وكانت غادي تمشي، ولكن للاسف باها صدق مرض وخسروا جميع الفلوس اللي كانت غتمشي بهم. شافت فدوى وابتسمت. نفس خليا نوجد هادي المبنى. فدوى مزيان انا نعاونك. نفس شكرا بزاف. مشاو جلسو. فدوى كتوريها شنو دير. بالمناسبه انا سميتي فدوى، متشرفين وكنتمنى نوليو اصدقاء. نفس ما كرهتش حتى انا، ما كنعرف حتى واحد. دابا تعرف عليه ويطلعوا لك في الراس. نفس ضحكتيني. فدوى خدمي خدمي سي زين، ما كيبغيش اللي كيتهاون في الخدمه. نفس بدات كتصمم. اجي كيف دايره شخصيته؟ عادي ظريف ولكن كيبغي الخدمه متقونه ونزيدك صاحب مول الشركه. نفس اه واه ما تقوليهاش، يا دايزين باك صاحبي. فدوى ضحكات. اش من باك صاحبي؟ راهم الشركه في هذه الشركه، ولكن مسيو سلطان هو المؤسس ديالها وما عندهم نسبه هما من الاسهم فيها. نفس هكذاك. فدوى ايه اجي. علاش قلتي هاد الهضره؟ ياك ما عينك فيه. نفس قفزات. لا ويلي بالعمى، انا غير سولت وصافي، جاي ناكل طرف الخبز لا غير. فدوى ايوا ما نعرف، حيت كلشي مزعود في دوك الفرسان ثلاثه. نفس شكون؟ ومعا من انا هانتي عاد سلطان ورقبال الزروالي وزي الفارسي. نفس هادو صحاب الشركه. فدوى ايه واضي على سلامتك. نفس ضحكات. اجي اجي خديني معايا باش نديه، خدمي معايا باش نديه لمسيو زين. فدوى واخا زيدي. بداو كيخدمو مع بعض حتى وصلت الوقت الغدا. مشات مع فدوى تغداو ولا ورجعو كيخدمو حتى كملات التصميم الاول والثاني. كانت ديك الساعه وصلت الربعة، بقى لهم غير ساعه ويخرجوا. يتشوف فدوى. فدوى كانت في البيرو ديالها حتى سمعاتها. ويه شنو؟ اجي عافاك اختي. فدوى وقفت على وعده وسعده. هانا شنو فاش وحلتي؟ سالي تشوفي واش نديهم لي. فدوى بهاد السربه اه ماشي شي حاجه. اوكي واخا نديهم لي. نفس مخلوعه. شوفي ما تخافيش، ربي معاك القدرات ديالك حتى هي راها مزيانه غير سيري. نفس واخا. خدات نفس طويل مشات عندو البيرو دقدقات. سمعت الدخول دخلت عندو مزيره وغي شافها ويضحك. زيدي زيدي مسيو اسمح لي صدعتك. ساليتي اه هادو جوج ديال التصاميم ديال الغرفه المبنى اللي طلبتي. زين اللي شافهم وهي تصدم. كيفاش وجدتي جوج؟ نفس
علاش؟ ما شاء الله هاري شوف خدوه من عندها، وشاف فيها هو يتصدم بزاف من المهارات ديالها المهنية. ابتسم وشاف فيها غنقولها البيداغوجيا، وانا معاك. نفس قفزات، واش خايب؟ ابتسم باش يريحها، انا عجبوني، ولكن القرار كيبقى البيداغوجيا هو اللي غادي يتكلف واش يقبلك او لا لا. مؤخرا وقع مشكل مع الموارد البشريه، تحرش بشي وحده ولا العلم ديالنا وتسبب في طرده، ولا هو اللي كيخسر الموظفين ديالو. نفس ارتحت، زعما يقدروا يعجبو. اصبر راسو بقى وخرج كيبرقم، انت راك عجبتي كلك، بقى غير تصميمك. طلع في لاسانسور وجرح ديالو نيشان، وصل وتفتح كيبان ليك واحد الرواق كبير بزاف، زاد دخل وتوجه على واحد السجادة حمراء حتى وصل للبيرو ديالو ويدق. يسمع دخل، حيت ما كانش لي كي يوصل لذاك الطابق من غير زين ورقبال، ويدخل عنده. دخل عنده كيفرنس فرحان، وراه ديجا كان مقابل الكاميرا وخدام في نفس الوقت. هز راسو وشاف فيه بمعنى شنو كانت كدير عندك زين. واي واي واي، وكنت شفت التصاميم ديالها تبقى غير حال فمك صاحبي. واو، جوج تصاميم تعود الصباح للأربعة العشية، واحد ينسيك في الثاني. عاد أرى نشوف بالدليل، هادي راه خاصة تاخد بلاصتي، عاد بشبه ابتسامة غتاخد بلاصتك ما فيهاش شك. زين تصغر عيني زعما منيتك، وعندك دير راه نقطع لك راسك ما فيهاش شك. عاد حطي من يدي الدوسي البيرو ديال الفدوى. زين مالو؟ بغيت يكون واجد غدا. زين ما تقولش ليها تعطيها البيرو ديالها، عاد غنتقاسم معاها البيرو ديالها. زين متأكد؟ عاد ما عندناش مع بنادم بزاف، واكثر وحده تايق نخليها معايا هي فدوى، حيت خدامه بنيتها طلباتك اوامر. هاد مد ليه الكونطرا، هادي ديالها تقراها مزيان وتسني ودير في بالها، واخا تحاول تقدم استقالتها شي نهار غتخلص الاضرار كامله. زين قلبك قاصح، خنزر فيه عاد، غتنوض ولا غادي نخبطك. زين صافي صافي، خليك زوين بلا ما تخسر الهضره. عاد يلاه دك، هو غادي نزل الكونتر وخرج كيفرنس. اما عاد رجع راسو على الكرسي كيشوف فيها جالسه كتحكي الدا مع بعضهم، دليل على التواصل ديالها. عاد نفس القدميري، وصل البيرو ودخل لي جلس وشاف فيها. زين صراحه ما عرفت شنو نقول لك مادموزيل. نفس ما تقبلتش ياك؟ ما تقبلش، انا عارفه زهريتي ما عاطيني بالظهر. يلا وقفات ويحرك زي راسو، حاولت بكل جهدي الصراحه، ولكن نفس صافي ماشي مشكل، شكرا بزاف على الثقه اللي درتوها فيا، اسمح ليا. زين جاي دابا ويسمع صوت تالي، بلاتي بلاتي. نفس شنو؟ زين جاوب، وين عام عاد مغوبش مبغاش يلعب بها. نقسم لك فمي بالله حتى غنوض وغنصلي مع والديك، يلا طلقات تمشي بحالها. زين بدا كيفرنس، مادموزيل بيداغوجي بغا يهضر معاك. نفس قفزات، معايا انا؟ عاد خرج عيني، شنو كدير الحمار هذا؟ شنو هذاك الفيكس من عنده وحطاتو على ودنها مخلوعه؟ الو، صوتها سكر وما عرف شنو يقول، تصدم وسكت فمو تلجم. وديجا حاضيها من الكاميرا اول مره كيطيح في هذا الموقف، صرت طريقه وانطق بكل ثبوت. مادموزيل نفس القدميري، عجبتني خدمتك، متاكد غتقومي بها على اكمل وجه، مبروك تقبلتي. صد الخاطب الزربه، اما هي بقى ساهيه في صوتو اللي جا فيه نوع من الرجوله. سهز قلبها بالخوف منه، حطات الفيكس وشافت في زين، تقبلت. زين ابتسامه عريضه، هي وراك تقبلتي، يوهاكي صنيع على اسلي الكونترا. نفس شكرا، خدتها بكثره الفرحه ما قراتهاش، سنات عليها ورجعت عليه وخرجت عند فدوى اللي سالت خدمتها وبقات كتسناها بأحر من الجمر. أكادير بالضبط في قصر عائلة سلطان الشهيرة، قالت قبلت سيفي كيتفرجوا عقلو ماشي معاه. طبعا كيفاش غيكون عقلو معاه وتشرح من أعماق قلبه من طرفها. تنهد بالضيق ومرتش البال لبيسان اللي جلست حداه كتشوفهم همهم. بيسان اللي تخليك خليها. أمين ضل عندها كيفاش؟ بيسان قلت لك بس خليك خليها، ما تسهلش قاعد تفكر نهائيا. وكيفاش ندير؟ بحالي اللي كان بغي ما ديهاش فيا، شنو ندير؟ حاول ننساه حيت ما يجيني من داك الحب غير العدم المبين. امين قدرتي؟ وضروري قدرت، ولا شفتي اوف كي بحالي الا كنشوف كذابه وكنشوف تشوف عهد عادي. امين محال واش ننساها، هي راه تبقى تعذب طول حياتك. سمعوا صوت من وراهم، تلفسوا ليبزوش، كان شي
كان حيدر داخل بكل هيبته، واخا شاب ولكن مازال غير وقار. تبسم لهم وجلس. حيدر علاش كتعذب؟ امين والو الوليد. حيدر خنزر فيه. بيسان شنو كاينه بنتي؟ بيسان ابتسمت. امين باغي يمشي لعند عهد الرباط. امين خرج عيني زعما منيتك. حيدر غادي نجمع مع بنتي حتى تلصق مع الحيط. بيسان علاش كتسولني؟ انا سولو هو اللي جرح من الحب، انا مشيت لدرجتي. وتخرجت كتفرنس. امين شاف حيدر ونطق. شي مشكل مع شيماء؟ قررت نساها. حيدر ولكن انت كتبغيها. تقاد في الجلسه ورجع يدي على ركابي ونطق بكل جديه. وهانتني وهانت الرجوله ديالي. سهسات بيا الحب ديالي لها، مازال ما تزاد هذا اللي تهي الرجوله ديالي. حيدر الحب واه كيف ما بغيتها غنساها. طب بلا ما تشطن بالك معايا، راك والد راجل وراجل تقيسو في كل شيء الا رجولته. حيدر طبطب ليه على كتافه. وهذا هو ولدي. امين غادي يمشي الرباط واخا غير ما تطولش بزاف. كون هاني ناض وقف. حيدر تبع بعيني باين عليه مقصح غير مصطلع القوه. نهد وقف طلع بحالو البيت ودخل نيشان بدا الحوايجو. وهو لتحت دار ليقا وقاصحة ومجهز البيسي ديالو كيخدم على شغلو. خرجت مع فدوى من بعد ما فرحت ليها انها غتخدم معاهم. وصلت الكونترا نفس ارتاحت ليها حيت باينة ضريفة ماشي مصطنعة. حتى فدوى اول مرة كتطلق في الهضرة مع شي وحدة بهاد الصورة. فدوى فرحت ليك. واخيرا ناري اختي اخيرا غادي تهنا مصداع المشاكل ديال ديك الحومة. فدوى اين حومة؟ نفس المشروع. فدوى حطت يديها على فم درب الشمكارة. نفس وي غير سكتي كل نهار مشكل. فدوى باصلك عايشة فيه والله. وشنو ندير ساكنة مع عائلتي؟ اختي تزوجات وغتمشي مع راجلها لطنجة. فدوى علاش فين ساكن في طنجة؟ بني مكاده خدام عسكري في ديك القشله اللي كاينه تما. اي والله يعاونهم. غتبقاي مع باباك وماماك؟ نفس نهدات. غنبقى مع بابا. ماما طلقات من بابا باش كنت صغيره وتخلات علينا. فدوى دراسه في خاطرها. مابقاش فيك الحال حبيبه. نفس لا لا بالعكس مابقاش فيا الحال. فدوى شداتها من يدها. ايا جايين نشدو طاكسي. لا لا غنمشي في الطوبيس ما فيا ليك فشي طاكسيات. بغيت نشوف الناس ونسمع صداع الدراري. فدوى ضحكات. هو انت تعرفي حسن. المهم هلا مرسي عندك نتلاقاو غدا ان شاء الله. يلا باي. مشات وقفت في البلاكه كتسنى الطوبيس. جلسات كتلعب برجلها في الارض. قلبها غادي يطير بالفرحه. كتفكر في حياتها اللي غتبدل. هي مجرد احلام بسيطه. دير دارها في بلاصه نقيه بعيد على الشماكريه. شري طوموبيل صغيره تهز بها رجليها وخدمتها تنضيها الصباح وترجع في العشيه. في دارها في الويكاند تخرج تسارى مع راسها. صافي حتى في احلامها ما عندها شي واحد اسمه الراجل اللي ترسم معاه مستقبلها. قاطع تفكيرها الطوبيس اللي جا. طلعت حس كتقلب على بلاصه خاويه وجلست فيها وكتدور في راسها. شوف الناس عايشين. حتى وصلت للمحطه الاخيره. درت ساكا في كثافه ونزلت الحي ديالها. دخلت ليه عاوتاني نفس النكير نفس الهضره. حتى كتحس بالساك مجرور دور راس راسها وهي تغوبش. نفس منشار وراك بديتي كطلع لي الدم. منشار يطلع لي انا واللي ما يبغيك. نفس وفرقني عليك. واه متفرقني عليك غير الموت. اوف راك مريض اجي فيك تي نهار كامل. اوف خدامه صافي سير دخل سوق راسك. شنو هو غير صبري نهار اللي تولي حلالي ما نخليكش تخدمي. وسير هذاك النهار عمرك ما تحلم به. سير في حالاتك. منشار مقبوله منك هانيه. نفس ساطت بالسخط مشات بحالها للدار. دخلت ليها شافت صباط اخر محطوط في الباب. ابتسمات ومشات دخلت لقات راجل اختها. ابتسمات ورحبات بيها عرفت انه غدا غادي يمشيو وبقى فيها الحال بزاف. في البيرو حضرتها خرجات غنجمع الوقفه وخرج من تما. تلقى زين في الباب غير شافو نزل عليا القرفاده. عاد النهار اللي باقي نشوفك كطوبيا نعطب صاحبي من شي قلت زين. وتقدر ترى ما كنضحكش زين. فتح اللوطو وطلعوا لها. دابا قول لي واش كتبغيها؟ عاد لا ولكن درسها في دماغي. زين تفليا عاد ديما راه اللوطو تقدر تقول باغي نشوف هاد البنت اللي مختلفه كيفاش عايشه. زين المعنى عاد ابتسم بخبط. بغيت نشوف واش فعلا شريفه وعفيفه ولا لا. وزين واه قليت العفه. عاد تماما. زين واخا حسنا باغي نكون معاك في هادشي. عاد شوف الا بغيت زها سيرها بعيد عليا وعلى طاسه تمي.
زين، وما تخافش يا صاحبي، راه مزيان. قولي شنو درتي في الفلوس اللي صيفطتهم لبيسان؟ زين، دا كيفرنس. لا مازال، اش كتسنى بسلامة؟ مشي لعدد بيدي. هذا اللي قلت لك، راك غتخسر معايا الصباح. زين، وشوف من حال صاحبك بنادم عاد. وهاديك راه اختي، واش بغي نعطيها لواحد عاد البارح مع وحده؟ زين، وهي تعصب، راه من نهار عرفتها ما عمرني مسيت تجي وحده. عاد وين خنزر فيه؟ وهاديك ديال البارح؟ زين ابتسم. اه صافي يا صاحبي، عاد وانا اللي حمار اللي داير في راسي. زين، دابا شنو سير ديرها في مخك؟ سير قلب عليا من هذا الموضوع. بقى قلب عليه حتى دخل وصل الفيلا، نزل ودخل بحاله. وزين خرج ودخل معاه، مشى للكوزينه نيشان، حط الثلاجه، جبد الكاشير ودار في الخبز مع القهوه. دار القهوه كتعصر، خرج هو الباسي بدا خدام على راسو. حتى هو دعاد شافو خنزر، مشى طلع على الفوطاي. عاد كاين غير انت؟ زين فمو عامر، وفي الجوع. عاد ما نوض نوض، صايب ليا معاك شي حاجه، تطلب لينا شي حاجه. عاد واخا، جبد التالي صونا دوموند على جوج بيتزا من الحجم الكبير، خدا الباسي والوراق قدام عليهم. حتى سمع صونات مشى حل خدا من عندو داكشي ودخل لداخل. بقاو كياكلو حتى شبعو، خدمو حتى عياو، وكل واحد ضل مشى لحالو. زين مشى بحالو وعاد طلع البيت ودوش وخرج تلح الناس بفوتو. أصبحنا وأصبح الملك لله. وقفة في الباب مع الستة الصباح، هي والأب ديالها كتسلم على أختها اللي غتمشي غتسهبل من البكا حيت صعيبة عليها تفرقها. سوريا وصافي متبكيش نفس، وغنتوحشك. سوريا كان وعدك غادي نجي نشوفك. نفس محمد تهلا فيا واخا خويا. محمد كوني هانية. سوريا بهمس، بابا تهلا في راسك وعاود نفس الحقيقة. با عليك تنهد، غنقول لها كلشي يا بنتي، كلشي غتفناي. سوريا ان شاء الله. نفس الا بغيتي تجي لعندي اجي. نفس سلامتك، هي كلشي. لقات با وختها وركبوا في الطاكسي، دخلوا بحالهم واخا عندنا قباها وبدا كيطبطب عليها. وصافي يا بنتي صافي. نفس غنتوحشها، وكون ماشي غير نتي ولكن بلاصه البنت دارها. نفس يا ربي وقف معاها ويكون معاها يا ربي. بعلي امين. سيري سيري بنتي، نعسي شويه حتى لديك 7 ونوضي. نفس مبقى نعاس، غنمشي نصلي وندير الفطور نفطر. اي والله يتقبل يا بنتي، يلا الله يتقبل امين. مشات توضات، لبست عبايتها وصلات صلاتها، خرجات كتقاد في الفطور، جمعات الدنيا وحطات لبا الدواء ديالو وخرجات لخدمتها مع ديك 7 و4. مشات لبلاصه الطوبيس بقات كتسنى حتى جا. صيفطات ميساج الفدوى علمتها انها عندها اجتماع مع سي زين خارج الشركه، ما غاديش تجي اليوم. نهدات وصلت لخدمتها، طلعت ليها مشات البيرو ديالها، ولكن جا عندها وحده من دوك اللي خدامين تما، وراتها البيرو ديالها جديد. دخلت لي عجبها بزاف تصميمه، جلسات بدات كتخدم على تصاميم اللي حطاتهم لها فدوى خاصهم توجدهم. فوقت الغدا مشات تغدات، اتصلت بختها اللي بلغات انها وصلت بخير وصارت لباها باش يشرب دواء، ورجعت البيرو ديالها خدمت حتى وصلت ديك 4. مشات لاسانسور باش تنزل. في المقابل كان خدام ما سالاش يحك راسو حتى من الغدا ما تغداش. ناض هز سوارتو والتاني ديالو شي ملف وهو عند زين، حطو ليه في البيرو ديالو وخرج غادي لاسانسور حتى كيشوفها واقفه تما. لاسانسور كتسنى يهبط، وهبطات من جنب جا وقف موراها، هز يديه وحط على غسالات شعرها، ولكن ما حدش يديه زير باش ما تحسش بيه. قرب نيفو كيتنفس عبيرها بتاسم، اما هي حسات بشي حركه موراها، دارت مخلوعة على الحصن الحظ انا احس بالرجفه ديالها بعد قبل ما تدور. نفس باستغراب، باغي شي حاجه سيدي؟ عاد حك غرفاتو. لا لا، غير كنتسنى لاسانسور. نفس خوات ليه الطريق. اوكي، دام الصمت بيناتهم حتى ولاو دوا. عاد جديده، اول مره نشوفك هنا. اه اول يوم ليا في الخدمه، تخدم هنا بحكي بحالي، اسمح لي حيت ما كنعرف حتى حد من غير فدوى. حك العرق ديالو وبدا كيفكر، خاف يقول ليها انا ولد الشركه وتصرف معاه برسمية. دابا هو مبغيش هادشي اللي في هاد اللحظة، غادي تخرب ليه كل شيء او نقولو عاد مازال ما عارف شنو باغي منها نهائيا. اللي هامو هو انه باغيها تكون حداه قريبة ليه. هذا كيسميه هو لعب لا غير، اما الحقيقة غير هادشي تماما. نفس باستغراب، ما جاوبتينيش. عاد بعد تفكير، انا مدير الموارد البشرية جديد، يلا جيت هاد الصباح.
صغرت عينها كتسوني واش جديده ما حشمتيش حتى يلاه جيتي تخدم عاد بتات مجد وهذا الشيء اللي كاين بغيت نعيش الدور نفس ضحكات ايوا مزيانه سيدي عاد صاف ضحكتها حتى ما ديتيه بلا لا يطريني انا عهد المرابط نفس ابتسامه نفس القدميري عاد عاود داب في ابتسامتها الشرف ليا تحل سانسور وطلع بزوج والصمت سيد الموقف حتى نزلو خرج لبرا وشافت فيه سلامه تسني علاش حسن تغادلك في الطوبيس شاف من موراها بان ليه الموقف ديال الطوبيس يلا يلا غنمشي علينا نفس حزات كثافة يلا تمشى وخداو النوبة ديالهم حتى طلعوا خلصت النفس هي الاولى حتى هو دار بحالها كانت اول مره يركب فيها جبد بسطام ومد الشيفور مد ليه 200 درهم هي اللي عنده ما عندوش صرف ونفس واقف عليه حتى كانوا هما الاخرين واقفين السائق ما عندكش صرف لا لا ما عنديش واسمح لي غير نزل ما عنديش صرف ديال 200 درهم نفس ابتسمت ومدات ليه 110 درهم هاك قطع ليه العهد لا ماشي مشكل انا غنزل لا لا نزلتي ما غتركب حتى السبعة قطع ليها ورد ليها الصرف ودخلوا خداو زوج بلايص ليهم وجلسوا اول مره كيشوف بحال هذا الجو عيالات ورجال راكبين في الطوبيس شاف حالتهم ودار عندها شافه كتشوف شوارع الرباط وتنهد عاد مالك شافت في لا والو فين كتسكني وكان عارف على كل شيء ولكن بغاها تهضر بغا يتعرف عليها نفس علاش كتسول كنقلب على دار البيع صراحه من الاحسن ما تسكنش في الحي اللي ساكنه فيه عاد وعلاش عامرش ماكري انا بعدا كنتسنى غير ندوز ديك 4 شهور ونكمل ستاج ديالي باش نتخلص ونخرج منه عاد شنو فيها ياك دار ما قلتش لا ولكن فين كاين انا ما كيخليوكش فحالك ضروري يجبدوك يجبدوك عاد فهمتك بتسمات فهمتي والو المهم ما عندي ما نقول لك بغيتي تشري راه كاينه دار مقابله معنا للبيع ولكن مولاها طالب فيها 50 مليون ولكن هي احسن دار كاينه تما حيت ردمها ولا عاود بناها طلع زوينه عاد شريها نفس صدمها 50 مليون عندي شي ورد خلاه ليا الوالد نشري من عنده نفس انت تعرف الدوله بعدا تندم على شريتيها عاد بساس بغيانش نوليو جيران لا الله ودي ماشي مشكل عاد مزيان قفات وصلت يلا نخليك دابا تسناي نمشي معاك نشوف الدار كي دايره فكرت شويه ولات دوات مرحبا قفوا تسناو الطوبيس حتى وقف ونزلوا بجوج كيتمشاو كيهضروا نفس فراسك هاد الدرب زاديت فيه وكبرت فيه مزيان فين كنتي خدام من قبل عاد كيفاش ودي الموارد البشريه عاد جيتي جديد شنو اللي خلاك تخليتي على خدمتك الاولى كنت في اكادير صراحة وجيت لهنا نفس نفس نبرة صوتها اكادير عاد وقف وشاف فيها مالك لا والو ازيد معايا وصلنا للدرب دخلوا لي عاد كيدور ليه راسو ونفس شاف صباها خارج لبرا جالسه على الكرسي مشات لعندو كتجري وعلاش خرجتي علاش بالي قنطت وقلت نفسح الحال وتنبيع شي شويه راك عارفه شنو هي مشات نفس غير مشات قلت يا رانا نفسح خليني حتى نوصل مع ديك الخمسه ونفتحو نبيع حتى ديك السعود وندخل وبعلي بساسم ما فيها بس بنتي والله ديك بابا خلاص عاد هذا بابا دارت عنده قرب عنده بساسم سلام بعلي وعليكم السلام ولدي نفس هذا عاد خدام معايا جا بغا يشوف الحومه والدار اللي مقابله معانا اللي بغا تباع بعلي مرحبا ولدي نفس عاد انت ها بابا انا غنطلع لمد الحوايج ونمشي ابتسم ليها وجلس حدا با علي كيتبادلوا اطراف الحديث وبنات الحومه خرجوا كيشوفوا هذا اللي عنده في الدرب بين كيف هذوك اللي كيتفرجوا فيهم في المسلسلات التركيه جالسين في القهوه كيراجعوا الاعمال ديالهم زين هادشي اللي بغى الزبون فدوا باغي يكون عنده لاكا في الدار زين عرفت ولكن المساحه ما غتخدش فهاد واحد انا عييت كنشرح لي قبيله والكراسي قاصح زين حط لحيتو وشنو المعمول دابا اوف فهاد وانا نولي نعاودو تصميم هاد الدار من داو جديد زين نخلي حتى نشوف مع مسيو سلطان واخا بقاو كيهضروا حتى وقف عليه رعبان هز راسو ابتسم زين مرحبا والمعرف مرحبا رعبان ربي يخليك اش كديرو
زين كان بريباري والباك فتوى تزنقات بالي والله يعاونك بس تسجبو بالموسيو اه داكشي يكون مع تنهيدة خارجة من الأعماق. فدوا شاف فيه وتزيرات اسمحوا لي خاصني نمشي مسيو زين شاف فيها واخا يلا غدا نكملو هادشي. فاز وخرجت من تما كترعد غير شافت رقبها لوجهها تخطف من اللون خد الطاكسي ومشات لدارها. اما زين شاف رقبال واو زين كلامك من يكون معانا الزايدة صاحبي. رقبال رجع على الكرسي وانا مالي وما شفتيش كيفاش ولات حمرا. اه اسمعني زين شفتي البنت اللي تمشي تسهر في البار راهم كاملين بحال بحال راهم غير بنات الزنقة. زين وصافي غير راهي غير كتسهر اجي باش عرفتي سكت ولا شافي. رقبال ما تنساش البار ديالي ياسي وبيني وبينك اول ندوز معاه شي وقيته زين من تحت نيفو عندكم غير تسوحلو في الاخر. رقبال سمعو كون هاني ما كان غلط شو زيدون ما خافينش عليا نظراتها راهم باينين فيهم الاعجاب. زين فهمتك شفت دوك العينين الزور قيتيق فيك. رقبال عندك الحق زين غير الا مشيتي حتى اديتيها مثلهم غير راسك. كون هاني صاحبي طلبوا ليهم شنو بغا بقاو كيهضر بزوج حصاد لهم الحال كل واحد مشى لدارو. طلعت تبدل الحوايجه ويصوني لها التليفون شافت فدوى وجابات فدوى صافا الحمد لله. انتي الحمد لله عاش نسمع صوتك. ايوا شنو نديرو سمعي راني قريبه الحومه ديالكم. نفس خرجت عينها حلفي حلفي يلا صافي انا نخرج نتعرض ليك. فدوى اوكي يلا انا كنتسناك. قطعت معاه ولبست بيجامه صيفيه خفيفه لقات شعرها على راحته تنفس شويه رشات ريحتها وزاد الدلة ديالها وهدات صايبات اتاي وكبت جوج كيسان مع فقيقتات صايباتهم. خرجاتهم في الصينية لقاتهم كيهضرو مع بعضهم نفس ابتسامة. اتاي جا عاد هز راسو فيها وهو يتصدم بيجامة بينات التفاصيل ديال وجهها الصافي اللي ما فيهش الماكياج وابتسامة ديال البريئة كل شي فيها زوين. بالي عاري بنتي عاري الله يرضي عليك عاد خدا من عند اتاي شكرا نفس بالصحة بابا انا نمشي نتلقى لواحد صاحبتي. عاد شاف فيها بصمت بالي شكون هادي فدوى اللي هضرت لك عليها جايه لعندي. عاد ويوقف سي علي شكرا بزاف غدا غادي نهضر مع مول الدار باش نشريها. بالي اجلس ولدي مازال الوقت لا لا عيس خاصني نرتاح وزيد عليها غنوليو جيران. بالي والله يعاونك ولدي نفس ابتسامات نوصلك المحطه. عاد بلا شعور بهاد الحاله نفس شفت فراسه مالها زيد زيد عندنا هنا هانيه. عاد نهد واخا زادو داروا على الدرب ومن زهرها لقى ليها المنشار هاز في يديه السيف وصحابو معاه حيت صحاب الحسنات وصلوها لي قالوا لي بلي جايبه مع واحد براني منشار شد عهد من الكول ديالو. سلمك ما لقيتي تخطب غير عشيرتي ها نفس شدات ليه في يديه رخيه رخيه مالك حمق. عاد نفس وكيحاول يكلمي راسو حيد يديك نفس رخيه واش تصطيتي ولا مالك بعد على السيد منشار كيشير بالسيف جهة عهد وبربي لا تفكي سمعها اليوم انتي ديالي بوحدي. نفس غوتت انا ما ديال الحد شحال مره قلت لك بعد من عطاني تيسع. اه تعصب شاف فيه ما عرفش المنشار السيف كيفاش طار لي من يدي وجا في يد عهد هي حمر بالاعصاب لمن كان كيبان برد في الاول. عاد نفس سيري تلقاي لصاحبتك نفس عاد قلت لك ما تجيش لهنا. عاد غض على كلمته سيري قفزات زات قدام ومشات تسناها حسا غبرات ودار عنده حيت كان مكالي مع الحيط وسيف في عنقو. الدراري من شافو القضية حماضة وسيف في عنق المنشار كلشي فرتح. عاد جيتيني قدامها مبغيتش ندير شي مشكل ولكن بربي وما أعبد وباقي تعرض ليا أو نشوف كطف جهتها يحتى هاد السيف اللي نتا فرحان بيه نقبر أمك بيه ما كاين اللي ساق لك الخبر سمعتي. رخاه ورماه في الأرض وزاد بحالو كيتمشى وصلنا الرجال وجابوا ليه اللوطور كف فيها وهما صاقوا حتى وصل الفيلا نزل وطلع البيت ولبس عليه وصلنا لزين شوف لي شي كومبا دابا نزل ومشى نيشان يفرغ الغضب ديالو. وصلت راس الدرب بقات كتسنى حتى وقف قدامها طاكسي نزلت من فدوى مشات لعندها نفس نقاتها اويلي مالو جاك مخطوف زيدي زيدي. فدوى واخا قولي غمالك هانتي تعرفت على واحد الموظف معانا جديد بغى يشري الدار وجبتو لهنا وتعرف على بابا. فدوى ما فيها والو اجيك ما غوز عليك باك ولا صاحبتي بابا مشى ماشي شخص مزير لا بالعكس مفتح. هانتي كاين واحد الشمكال عندنا هنا في الحومه حاط عليه الحين انا مباغياش وشافو معايا وشدو دابا
فدوا ويلي ما تغوتيش، عافاك راه مخلوعه، بليز راني مخلوعه عليه، عندك دير لي شي حاجه. فدوا صغرت عينها، مخلوعه عليه. نفس وصلت الباب، تفهميش غلط، عافاك راه كان ها السيف. فدوا دوري دوري حداك، شوفي واش كاين شي واحد وشي مصيبه والعيالات كتجرى والفراجه. نفس ما كاين والو، اذا ما تقص منه حتى شعره. نفس عندك الحق، يلا اجي اجي ندخل. دخلوا لداخل، طلعت على بها بلاها كيقرا القران وابتسمت. نفس بابا بالي صدق الله العظيم، مرحبا بنتي. فدوا دخلت عنده بس لي يدي، ربي يخليك عمي. مرحبا بنتي، انا نمشي للجامعه. واخا بابا يلا سير. خرج وما جلسوا، وفدوا كدور عينها في الدار، عجباتها داركم زوينه، فيها كبرت مزيان. لا عرفتي ما عنديش نمرتو، اما كنت صونيت ليه. فدوا اجي بعدا، شكون هذا؟ احد المرابط، مدير الموارد البشريه جديد. فدوا هاك يمكن جا جديد، كيف قلتي؟ حس ما عرفت حتى واحد بهذا الاسم. نفس ويه وعاود ديري على راسك، ضحكات وبداو كي تعرفوا. نفس بقات فيها فدوى من حيث انها ما عندها حد في الدنيا، حتى فدوى تلقات مع نفس وتعرفها عن قرب. كلا وسالا وما خلاتهاش نفس تمشي، حس راسها بس عندها. يوصل روح تال ديك ال11 وعاد نضل نحسو. اصبحنا واصبح الملك لله في قصر اخر بعيد على ابطالنا. دخلوا بلوطو لساحل كبير، ساحه كبيره لداخل، كانت نافوره كبيره متوسطها الماء. نزل الشيفور وفتح الباب، وهو الراجل كبير في العمر ومد يديه لمرات تكون في ديك ال15 عام عمرها، ولكن بزوج مازالين محافظين على لياقتهم بسبب الرياضه. دخلوا لداخل، جلسوا في واحد الصاله كبيره، كيتوسطوا على الفوتوهات كبار. حيدات المرا فولارها وتنهدات، وفايت بالطريقة عبد الله. واصبر وصافي، شنو غادي دير في ديك الحيله اللي قال لك خوك الله يرحمه؟ غنقلب على البنت وغنجيبها، كون غير ما قلبتيش عليها. وما خاصنا والو، ما خاصنا مع مراتو بنتو عبد الله. وا ما عرفتش اش غادي ندير، وراها بنت اختي اللي تحرمت من باها هادي 20 عام. فخيا دابا غتجيب ديك اللقيطة عندنا. عبد الله، اولا هذيك ماشي لقيطة، الدليل هو انه مقيدة في الحالة المدنية. ثانيا غنقلب على خويا علي فين كاين، وانتي بنت خويا. فخي يا خي بنتي، منا نقول لك الا كنتي غتجيبها ما تجيبهاش قدام ولدي، ما في اللي نبقى نحدا حتى تجيب لي شي كرش الحرام تلصقو فيه كيف دارت امها. عبد الله حرك راسو بلا حول، واش حسب لي كل داك شايط؟ اه وزيدون غتعيش في دار باه. فخيا ضحكات، ضحكتيني والله، زعما غتعيش معززه مكرمه. فخريه وعارفها مستحيل تقبلها، وانت شفتي وجهها كيف كان ملي خوك قلب على علي. سير قدميري. نسيتي عبد الله؟ ما نسيتش، ما نسيتش داكشي، علاش غنقولها؟ المحامي وجد لها الورق الملكيه على حسب الورد اللي مذكور. فخيا بخبت الصراحه، وهذه هي نسوب يوم الا فالها. البنت عطاها خوك كثر من نص ديال الاملاك ديالو، تصرف معاها كي بغات، وهذا الشيء اللي معصبهم، وخصوصا اختها فيروز غادي تطرطق. عبد الله وهذاك حقا طالما كتب الوصيه. فخيا هي دابا غادي يوليو عايشين تحت الرحمه ديال ديك البنت. عبد الله وشحال فيك فخيا، وخليني خليني نرتاح، انا طالع البيت طالع بحالو. فخيا ناضت وبدات كتخطط، الا كانت البنت واخده نصف الاملاك ديال باها، الا مشات تزوجت بولدي مؤيد غادي يزيد ثروتنا. ولدي ما شاء الله عليه راجل وزيد الرجال، وهادي خاصني ليها تفكير طويل كاع. ضربات يديها مع بعضهم وتنفسات بعمق وفرحات. طلعت البيت، لقات عبد الله بدا كيغمض عيني حتى هي مشات بدلات وتكات ترتاح. وفي بلاصه اخرى بالضبط، في قصر عائله سلطان الكبيره، وسط بيت كبير مخلط بيه الكحل ورمادي، مقسم من 3 الاقسام. الاول فيه فوتويات مقابلين مع تيفي كبيره مخلطه مع جهاز بلاي ستيشن، وجهه فيها زوج ديال البيبان، الاول ديال الدريسينغ والثاني الحمام، وجهه فيها سرير كبير بزاف. كان ناعس مشبح في السرير بكثافه العراض، خاشي راسو تحت المخده، قاد على صوت التالي كيصوني الزوجه بلا ما يشوف شكون. صباحو، شنو بغيتي عندي فهاد الصباح؟ وغوش وانا درات مني هادي باش نمشيو للرباط. وفيها اللي يجي، يا رينات سيري سيري، انتي حتى الحق عليك. رينات اسمعني انا هدير، انت وعدتيني انك تمشي معايا، سمعتي؟
توحشت عاد وبغيت نشوف هادي عام وانا كنتسنى ما لقيت حتى واحد يوقف معايا باش يقول لي فهمني نادر. وها انت قلتي عام وانت كتسناي، زيدي تسناي شويه. ريناد نادر هذا راه غنحمق عليه فهمني، بغيت نمشي لعندو. نادر وعلى حسب علمي انكم قريتوا مع بعضكم، خصوصا انك اعترفتي لي بحبك في الجامعه ورفضك، شنو ندير لك؟ ريناد عيني هدمه، عفاك يا نادر ما عندي حتى واحد من غيرك. نادر صفر مع صاميه، وقيل انا ما عرفتش نفهمك، انا داك خينا راه ما عنديش معاه، حتى العشيه ونشد الطريق، يلا سيري الا بغيتي تمشي. ريناد واخا يلا واخا سي اللي بغيتي. نادر يلا سيري 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 هاد الساعه. ناض من الفراش كيحك عيني، دخل الحمام حيد الشورت بدا كيدوش حتى كمل وخرج لبس حوايجو هز تيلين وصلو ميساج قراو بدا كيغلب الاعصاب، ما حس براسو حتى تطحو بحال الارض وغوت. كيفاش خدا المناقصه كيفاش؟ عاد وغادي ندمك على النهار اللي فكرتي تدخل المجال الهندسه، بالله بالله لبقات فيك ولد عمي. خرج من تما ساعر ما هضر ما تكلم مع شي واحد، كفر اللوطو ديالو كسيرة نيشان الشركة اللي أسس هو. جالسة في البيرو ديالها وفي دوا مقابلة معها في يديها مذكرة صغيرة وقلم ومسطرة، كتحاول دير شكل الهندسة الأخيرة الأخير لمسات الأخيرة لها، بدأتها البارح وكتكملها اليوم. سالت وشافت فدوى نفس بابتسامة، ساليت فدوى مزيان من البارح اليوم راكي غدا مزيان نفس شنو ندير دابا؟ غتديها بمسيو زين راه في البيرو ديالو. اوكي انا نديها دابا نيت. نات هزات الورق ديالها وتوجهت للمكتب ديالو، لقات فيه واحد البنت عندها ابتسمت ليها ودخلات، اما نفس فكتسنى نوبتها. الفوق عندها هاد جالس وبين يديه شي ورق ديال المناقصة اللي ربحت الصباح، باقي كيدقق فيهم حتى لاحظ شي حاجة خاصة تقاد قادها زين. نادو وقف وهو ود لعندو، يلا تحل لاسانسو. خرج كيشوفها واقفة وبين يديها شي ورق، نفس مسند على الحيط بظهرها، صباح الخير. اهدز براسو نفس فكرت البارح، شنو وقع البارح خفت عليك بزاف من داك الحمق؟ عاد موقع والو كيخلعونيش بحال دوك الاشكال. واخا انت صافا؟ عاد الحمد لله. دوات بتوتر، هذاك باغي يخطبني وانا اللي مباغاش، تعرف بنادم ملصقه. عاد ما كاينش شرحي لي حياتك هذيك. سرطات القمعه اللي داليها وسكتات. عاد عندك شي حاجه عند زين؟ جاوباتو بالقياس، عاد مزيان. خرجت البنت وابتسمت ليهم، عاد جاي يدخل وهي تغبش فيه. نفس فين غادي؟ عاد بستغرب وندخل وشد نوبتك بحال خوتك. سمحات فيه ودخلت بحالها عند زين وبقى واقف جامد في بلاصو. شنو تشد نوبتك مع خوتك؟ مال هادي شاركتو غيولي يشد فاس اي نوبه، ولكن هادشي اللي كان عاجبو حك شعرو ورجع بحالو البير ديالو. كملت مع زين وخرجت ما لقاتوش، ضربات شعرها اللور وزادت بكل تكبر، مشات للبيرو ديالها جلست وصارت كتفكر. اوف انا اللي مني لافوت، مالي يدبر راسو شغل هذاك يقتلوه ولا يخشيو في القبر كاع. فدوا هزت راسها مستغربه، مالكي مشي زين؟ زين مع من دابستي معاه ولا مع داك؟ عاد سولت عليه قمعني ولد الحم. فدوا ضحكات، ايوا انتي مخلو عالي ما زيديش عليا عافاك، راه غير من باب الانسانيه وصافي. نوضي نوضي نمشيو نتغداو راه هذا الوقت. نفس وقفات، عرفتي كون غير ما سولتش فيه ما غاداش نولي نسول فيه من القدام صافي. هاد واش داتها من يدها كضحك، وصافي ما تبقيش تسولي فيه. نفس واخا كوني هانيه والله ما نبقى نسول فيه. خرجوا كيهضروا حتى كتوقف هادو على غفله، زادت نفسها عينها وشافت فين كتشوف، كتلقى زين مع واحد اخر وبتسمعت. نفس كيعجبك؟ فدوا دارت عندها، شكون اللي خلاك توقفي في نص الطريق باش تبعي بعينيك؟ فدوا ابتسمت، باين ياك. نفس وبزاف. فدوا زادوا دوات بحزن، ولكن هو بعيد عليا بزاف. نفس بقات فيها هي كتبغيه. فدوا من طرف واحد تقدري تقولي نفس عنقاتها، صافي حبيبتي صافي، والله درتيني في قلبي عليك. فدوا مسحت الدمعه من عينا، يلا مشي وراها المطعم حال. يلا مشاو جلسوا وطلبوا شنو بغاو. نفس فين اول مره شفتيه؟ في الشركة نيتك، يلا جيت لهنا هادي 3 سنين باش نخدم. نفس دارت يديها على وجهها، ايوا. فدوا تلاقينا باب الشركة، كان هابط مع مسيو زين مسيو سلطان لداخل، لفت انتباهي من تما، ولا كنتمنى نخدم في الشركة غير باش نشوفه.
كنت كنتمنى يكون في بلاصة مسيو زين، ولكن العكس، وما كيجيش بزاف لهنا غير الا كان شي اجتماع ضروري. كيفاش هيك هو عنده اسهم فيها؟ اه، ولكن عنده بار هنا في الرباط، كيجيو ليه غير الشخصيات الكبار تما فين كيعمر. كتوحشيه فدوا، عرفتي منين كنتوحشو؟ كنمشي لتما باش نشوفه ورجع بحالي. قلبي كيضربني باش كنشوفه جالس مع وحده، وانا عارفه راه غيدوز معاها الليله. نفس فهمتك فدوا، ما غتفهميني حتى تبغي شي واحد تيقيني على نفس حب من طرف واحد صعيب وبزاف والله. نفس كانت من قلبه يليلك شي نهار. قولي قولي قولي، بارك من الهضره. ما غاديش ننسى هادشي. ساس مات وكملو ماكلتهم ورجعو للخدمة، كملو اللي كان عنده. خرجت فدوى هي الأولى حيت عندها شي شغل، أما نفس خرجت من وراها مشات جهة الطوبيس، بقات واقفة تما حتى كيوقف عليها شي واحد. أرجع بحالو المكتب ديالو، بدا خدام، محسش بالوقت كيفاش داز. كمل وجمع الدواسة حتى كطيح ليه في بالو الجملة اللي قالت ليه: تتصف بحال خوتك. قعد حرك راسو بلا حول، غتحمقني هاد البنت ما فيهاش. شاف الباب تفتح، كان رئبان وزين داخلين كيف عادتو، قال بين الدنيا عاد غوبش امالكم على السطاع. رئبان سولو زين: شوف غتبعد من طريقي، راه ماشي سوقك. رئبان شاف فهد: هذا الى زوجت اختك، زوجتي اختك تيقني تجي عندكم غضبانه وطالبه طلاق في النهار الثاني ليهم ديال الزواج. عاد علاش شنو دار زين؟ والو. رئبان: لا قولي 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 شنو كدير للناس في المطعم. عاد شاف زين: نهار لي ذكر لي بيسان نخرج في مك طول عرض. زين: واحد غير هضر مع عمي حيدر يعطيها ليا، والله يحسن ندير عقلي. حس بخوك. هاد خويا مولي ولد سوريا امي، اما انت ماشي خويا. زين: يلا صافي فهمنا، يلا حتى انا غندي ندير عقلي. رقبال بقات البنت بايره: عاد بركه سمعوني، بغيت 50 مليون تكون في الكونت جديد. رقبال: اللي صايبتي هادي 3 ايام. عاد: اه. زين: علاش؟ محتاجة. اه نوصيكم، شفتوني في الزنقة مع نفس الاسم ديالي عهد المرابط، خدام في الموارد البشرية. رقبال عاود ليها زين: ولكن ما ظنيتش انك غديرها من نيتك، شنو بينك وبين هاد البنت؟ عاد: والو. زين: خويا بغي يدوز الوقت مع هاد البنت ونشوف بنات ديورهم كيفاش غادي يكونوا. رقبال: بصح. عاد وقف وهز سوارتو: هذا راه كيقلب عليا. زين: فين غادي؟ نشوف داري. انت مالك؟ رقبال ضحك: خليه يمشي يخرج، ما حس غير بالضرب، الضربه جاتو نيشان الظهر. خرج من تما هو لتحت، جا يركب في اللوطو ديالو هو يشوفها واقفه كتسنى الطوبيس. استغرب، ما جاني فين يمشي لعندها حتى كتوقف في اللوطو قدام رجليه. استغربت من شكون اللي وقف لها عند راسها، دار شوية اوبش. نفس: شي حاجه خويا؟ اختي بغيت نتعرف عليك. سير سير سير، لا عندك شي شغل تقضيه، سير. شوفي راك عجبتيني وناوي معاك المعقول. نفس المعقول سير ديرو راسك وعطيني 9. شاف الطوبيس وقف، ركبات فيه وخلاتو كيشوف ومشات. مع الدورة غدور تا كيبان لها دواخ مع شي وحدة، دورت راسها للجهة الأخرى وجلست كتشوف قدامها. بعد نص ساعة وصلت الحومة، نزلت وكملت على رجليها حتى وصلت للدار. مع فتحت الباب ودخلها كتسمع الصداع لداخل، مشات ليه كتجري. شافت في البيت لقات باها معاها واحد الراجل كبير أول مرة تشوفه في حياتها. نفس: بابا. وبعلين في زوج: بنتي أجي سلمي على عمك. عبد الله: هي هادي؟ نفس: كيفاش هي هادي؟ وبعلي: اه هي نفس بنتي الصغيرة. عبد الله: نضع النقا. اه ما شاء الله غزالة. نفس: مرحبا بك عندنا. عبد الله: اجي اجي جلسي معنا بنتي، جيت عيانه من الخدمه خاصني نرتاح. بابا: ما تعيش راسك بزاف اخا. وبعلي: ان شاء الله بنتي. واخا. ما طلعت لبسها، سدت عليها مستغربه من هذا اللي جاي كيقول: عما كيفاش فين كان شحال هادي؟ نبضت دماغها ومشات دخلت الدوش، دوش بحالها وترخي اعصابها. التحس كاع اللي صب عليه، حاط يديه على راسو كيتنفس. وعبد الله جالس حدا: عبد الله دابا خاصني ندي معايا نفس. وبعلي: اسمعني يا سي، هاديك اللي الفوق راها بنتي، واخا ما ولدتهاش ولكن انا اللي ربيتها من كانت صغيرة عندها عام ونص، انا اللي رديت لها البال وعندي اعز من الحبيب. الا كان خويا سمح فيها وفهمها انا لا، ودابا كان وفي غير بالوعد ديالي لا غير. عبد الله: ولكن دابا اخونا الله يرحمه وما تنادم على اللي وقع، وباغي بنته تجي تعيش في خير بها. وبعلي: بالاستهزاء. خير؟ اش من خير؟ اش من
قول لي اش من خير حسب ليك فخريه غتحس بيها وتعاملها مزيان. هي ام هاد المسكينه ما رحمتهاش، بقى غير بنتها اللي جات شاركتنا، بنتها اللي خرف باها وفرسه وحياتها. عبد الله وعلى الاخر نخليو غير يصح في قبره. وبقى علي وقف عبد الله خوك، ما تفكرش بنتو فاش كانت في الحبس، مفكرها مفكرش فيها منين سمح فيها هذه 23 عام حتى كبرات ولات عروسة على فراش الموت. تفكر بنتو، اه بنتو، بنتو ماتت مع امها وسالت الهضره وقت زيارة سالت. الله يعاون اخويا عبد الله، البنت شحال ما طال راه تعرف الحقيقه. با علي ضحك، انت ما عرفش اش ربيت بنتي، ماشي طماعه كيفك وكي خوك اللي مات. عبد الله عارف عيد الملاك في حياتك معانا وخدينا لك حقك، ولكن ما تخليش البنت تاعي تظلم. با علي، بنتي ما كاينش اللي ظلمها في حياتها غير نتوما، اخر مره تجي لعندها لهنا. الله يعاون. عبد الله حرك راسو بلا حول وخرج بحالو متمرك باللوطو وكسير الشيفور بحالو. لما عبد الله دخل وطلع عندها البيت قحاني على السجاده وكتصلي، اوقات اللي فاتوها ابتسم بحزن وهو اللي تحت بحالو. اما عند السي عاد ملي خرج ديك الوقت هذيك فاش شافتو نفس كانت وقفت عليه، استغرب مني شاف شكون هو هود، ناهض بسخط شاف فيها غير شافت ضربت عليه بتعنيقه والموظفين اللي خارجين كيوشوشو. شكون هذيك اللي عند قسم سي سلطان؟ اه بين حبيبته، شوفي شوفي غير اللوطه ديالها كي دايره ودعوا ما هو باينش عليه خاطب ولا بغى يخطب غير يديها فينا حنا، راه يخطب حدا بها لاباس عليه باش الثروه ديالهم تكبر. زيدي زيدي مشاو بزوجات وهاد بهاد عليه بلا باقه وغبش. شنو جيتي ديري هنا رينات؟ توحشتك وجيت نشوفك، وانا ما حاملش نشوف كماتك. وعلاش عاد كدير معايا هكذا رينات؟ سمعيني انتي ما كنحس بجهتك والو، فهميها مزيان فهمتيها، ما كنحس بوالو، كنشوفك بحال الا كنشوف هدايا اختي الصغيره لا غير. رينات عيني ادمها، انا ماشي هي هدايا، سمعتي ماشي هي هدايا، يتمروسي حتى لهنا باش نشوفك. وانت حشمية من ايام الدراسه صدمت على راسي واعترفت لك، ولكن انت مبعد عليا، شنو اللي ماشي فيا وكاينين في بنات اللي كتبغي؟ عاد ابتسم جن مقرب عندها حتى لودنها. كنبغي وحده بشرفها، ماشي وحده كل ما تصاحبت مع واحد كتلقايا من الليله الاولى معاه. سمح فيها وركب في اللوطو وخليها كتشوف مصدومه ما عارفاش شنو دير. اول مره كيهضر معاها هكذا على الشرف وكيعطي اهميه كبيره، كيفاش واش كيعرف شي وحده اخرى كاينه في حياته؟ تعصبات وهاد الفكره عندها في الدماغ بدات تالي. وصلت للنادي اللي كان سخته ولا الوضعيه. نادر شكاين؟ رينات عندي لك شي خبر. شنو هي؟ عاد عنده شي وحده في حياته سمعتي؟ نادر تقاد في الجلسه. كيفاش عاودي ليا؟ كيف سمعتي عنده وحده في حياته نادر؟ مابقاش عندي بلاصه معاه. قال لي قال لي قال لي في وجهي نادر. بلاتي بلاتي نفهم، كاين عنده شي حبيبه ياك؟ انا متاكداش حيت التصرفات ديالها تبدلت معايا. عرفتي شنو قال لي؟ قال لي كنبغي وحده بشرفه، اذا عنده شي وحده في حياته. نادر توسعت ابتسامته، صافي يلا ما تبكيش وغلق عليك حل. رينات شنو هو؟ قطعي دابا. قطعات ركبات اللوط ديالها. اما نادر فرح من قلبه. نادر ورقة رابحة السعاد، وغنوريك مزيان شنو هو الخضر ديال بصح. ديك اللي انت مخبيها ما غتكون ليا، غتكون ليا غير ضد فيك، وهذا وعد. ناض جمع الوقفة وخرجني شال اللوطو كسيرة والوجه ديالو هي رباط. عاد قرب يوصل الحومة، وقف اللوطو بعيد عليها ونزل كمل على رجليه حتى وصل. بلا بدات الحومة كيتجمعو قدام بيبان وكيتغامزو عليه كيوشوشو، حتى كيشوفو وقف قدام الباب ديال نفس. كم تما كمالت الباهية، دق في الباب تسنى يفتح ليه شي حد. شوية الفتحات ليه لابسة بيجامة شورت أو تيشيرت ديالها، جمع شعرها كهكا مهملة وحنا كمزنقين. استغرب نفس، شي حاجة؟ عاد حكني فوق صافا وهاد الساعة الحمد لله انسى. عاد باستغراب، ماك كتهضري معايا هكذا؟ والو مالي والو، شنو خاصك؟ درت مع السي علي باش نمشيو عند مول الدار. واخا تسنى، بغات تسد الباب وهي حاطه يديه. علاش غتسديه؟ صباح شد نوبه ودابا سد عليا الباب، ما عرفاش بلي خاصك تكرمي الضيف. ايوا الضيف، كنا باغي نطلعو بيه الساعه كيبان ليا غير ركب لينا فوق راسنا. عاد كيفاش؟ والو دخل دخل راه الصالون. في الصالون جالس عاد هو ديري من الصباح دارت يديه على جنابه. وهلا قرنا غير دابا ما تخلينيش ندخل، يلا زيد زيد.
دخل فوق وقف مورا الباب باش توريه الصالون، وهي طلعت لقات بنات مجموعات وجايين عندها يديو الخبار. يا تغوبش اش كاين؟ البنت الاولى: شكون هذاك اللي دخل عندكم؟ نفس ابتسامة طويلة: راجلي، كاين شي مشكل؟ البنت الثانية: ويلي فوقاش تزوجتي؟ نهار اللي ما عنده خوسير عندك شي شغل سير تقضيه. ايوا حنا جينا غير نسولك. يا والله يخليها قاعده فيكم كاملين، طلعتوا لي في راسي. سير 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 قضي شي حاجه وقيلي نهلك. خلات وسدات الباب مغوبشه، دورات راسها لقاتو جالس وكيشوف فيها. عاد فوقاش تزوجنا؟ نفس زاد قدامه بكل عزات نفسي. نهار اللي ما عنده خوه بابا. دخلات وخلاتو كيشوف فيها مصدوم من تصرفاتها، ولكن اللي تاكد انها وحده ماشي كتحشم، لا بالعكس مقزره وشخصيتها قويه. ابتسم وتبعها دخل للقاع بعلي جالس وكيقرا القران. جلس حداه ورحب به واتصل بعلي مول الدار وجا كيجري. واتفقوا على الغد غادي يجي باش يمشيو عند العدول، حيت كاتبو ورا بغى يخرج، ولكن بعلي جلسو حبسو يتعشى معاه ضروري. في جهه اخرى دخل بكل هيمة شخص وسيم طويل شعره اسود، لياقته البدنيه ديال المصارعين، جسم رياضي بامتياز، عضلات سداسيه متراسيه، شعر اسود الحجبان سوداء، نظره ديالو ثاقبه، لحيه متراسيه، القبه هم جالسين كيخمو. مؤيد: سلام. فخيه: سلام. مالكم جالسين عندكم شي هم؟ هذا حال باك حتى وانا بلاني معاه. مؤيد: هي بنت عمي ما بغاتش. عبد الله تنهد: حاولت معاه باك عالي ولكن والو ما بغاش. مؤيد جلس: هي مفراسه والو. عبد الله: والو. مؤيد: فخيه نهار اللي تعرف راه نجي. عبد الله: قل لي. قال لي مربي فيها القناعه. مؤيد ضحك: والله يهديك الوالد، منين تعرف انها عندها ثلاثه المريار غتجي كتجري. الوالد: هادي همزه مستحيل تبقى جالسه، بنات دوك الاحياء كلهم عزالهم غير الفلوس من الطرف للطرف. فخيه: وعندو الحق. عبد الله: ما مضتش. لا لا خويا ماشي طماع، وكنظل ما لصقاش بنتو. فخيه: فخرية تكون دابا فرحانة حيت ما جاتش معاك. مؤيد: وطمع ديك خيتي ما عرفتش. عبد الله: ولا هنا يوريك شنو دارت. شنو كاين؟ فخية: وصافي عافا ولدي ما تصورش الله يرضي عليك. طلعت لبيتها وعبد الله شاف مؤيد. عبد الله: كاين شي خبر؟ حاليا ربح واحد المغناقصة. عبد الله حك لي حيتو: كنضل ولد عمو مستحيل يسكت. مؤيد ابتسم: خليت الفتيله تشعل بيناتهم، هكذا غتبقى الصحة ليا خاوية. عبد الله: كيفاش؟ تقدم مؤيد في الجلسة: نادر وعاد كانت بيناتهم صداقة قوية بزاف، وبسبب بنت اللي انتحرات نادر تقلب على هاد، حيت كانت كتبغي هو ونادر كيبغيها، ولا حالف فيه حتى يدمر. عبد الله: حاس انك عندك يد في هادشي. مؤيد وقف ودار يديه في جيبه وكيضحك: اش كتعرف عليا؟ عبد الله: واه نمس. حيت انا مؤيد القدميري، حتى حاجة كان بغيها ما تكونش ليها. سمح فيه وطلع بحاله. خلى عبد الله جالس كيحك في اللحيه ديالو كيفكر في هضره مؤيد، وفي الاخير ابتسم من تفكر ان بنت خوه مستحيل تقبل. وهكذاك الثروه ديالها غتكون من نصيب ولدو، الا ما كانش قبلات فما غتكون غير مرات ولدو. ضحك وطلع بحاله الفوق ينعس وكيخطط. داس اسبوع ونفس قاده قدات غير في الخدمه، كتعاون باه ثاني في الحانوت، وعاد حاولت تفاده ما تشوفوش حتى هو كان مشغول بزاف، وشرا نيت ديك الدار اللي كاينه في الحومه. فدوا دائما مع نفس وزادت قوات علاقتهم، وعاودوا اسرارهم اليوم كيف العاده. فاقت وخرجت من الدار في طريق الطوبيس ومباشره للشركه، طالعه في الاسانسير قاعده كتفكر وتعاود. عقلها خدام حتى كيوقف عليها واحد، هزات راسها ولات حناتو كحسات وحده. انتي خدامه هنا؟ نفس: اه. مزيان حسن، ما عمري ما شفتك هنا. اه انت يلا 10 ايام باش خدمتي هنا. مزيان. نفس: انت خدام هنا؟ اه. نفس: فين؟ سولي مسيو زين على شكون هو السلطان وغيقول لك. نفس صفارت وخدات مع الفرطاسه باش تبلات. كيفاش نادر؟ شنو اللي كيفاش؟ نفس: انت هو البيداغوجي. اسمح لي نادر، ماكس خلاتي. لا لا اسمح لي ما سحبش ليا، والله شنو هادي غير زلة لسان. زلق ليا، دوز دوز تفضل انت الاول. نادر بغى يدخل في الدور. باين عليك حشوميه. نفس: شنو سميتك؟ نفس القدميري. نادر هو يغوش: كيفاش وانتي انتي من عائله القدميري اللي عايشه في اكادير؟ لا لا يمكن غير تشابه اسماء. اسمح لي يا سيدي خاصني نمشي، سمحت فيه قبل ما يمشي
طلعت في الدروج كتجري حتى وصلت للدرجة الأخيرة، دخلت في شي جسم حتى كانت غطيح وطلع. كل ما شدات الزهيرات اللي على تيشيرت مغمضة عينها ورجعت حلت عينها وهد نفس صافا وهي كتنهج عرفتي عرفتي اوف عقد غباش نفسي مزيان. بعدا وعاد هضري خدات نفس عميق ولا سدوات تلقيت البيداغوجي عاد شخصيات في الاسانسور مسي سلطان تلقيت وحدة الاسانسور عرفتي قلبي كان غيوقف عاد ما فهم والو كيفاش بيداغوجي نفس انتي صافا ما دارك والو لا لا صافا عرفتي قلبي كان غيوقف كل اللي كانت راهت عاد مرفوع كيفكر شكون اللي قدر ينتحل شخصيته واخا سيري سيري انتي خدمتك وارتاحي معنا غدا نتلاقاو صافي نفس علاش هكداك جالسة عقلها ماشي معاها نهدات وشافت فدوى اللي جالسة وحاني على ورقة ونطقات عرفتي شكون تلاقيتي وحدة لاسانسور فدوى هزات راسها وي شكون بتي سلطان صاحب الشركة صح ناري عندك تكوني هضرتي معاه ويه ولكن كيخلع مرتاحتش ليه فدوى كيف زعما جاتني هضرتو بحال مستفزة بزاف فدوى ملي نهضر معاك اذا فراسو شي حاجه حيت عمرو ما هضر مع شي وحده في الشركه افاس حتى انا ما ارتاحتش ليه نهائيا انا صاحبتي الورد دي بالك هما راه عائله كبيره ومعروفه وشفتي هي الفرع راه غير صغير مقارنه بالفرع اللي عنده في روسيا واكادير افاس كيفاش زعما زعما ديري بالك ترتبطي بيه راه يسك في السما نهار اللي ياخذ حاجه منك يلحكي في الزبل مؤخرا جات خطيبته لهنا كلشي دوا عليها نفس هزات كتافه بس خافيش عليا كوني هانيه وهكذاك ولكن تي كيبان ليا وجهك ضاحك مالك بعدا والو عرض عليا هاد الغدا اليوم وهادي خبر زوينه مزيان عرفتي جاني مختلف بزاف على الرجال بزاف فدوى كيفاش ملي كيتعصب كيبان عليه ملي كيزعف كيبان عليه ملي كيكون طبيعي كيبان عليه مثبت ومرسم بزاف صاحبتي فدوى يكون كيشاركك نفس الراي لا لا ما نظنش اصلا نكون مع شي حاجه كتبان ليا مستحيله صاحبتي فدوى والمعمول اجيك ما كيعجبك غنكون نكتب عليك الا قلت لك لا شخصيتو الغامضه عجبتني فدوى ايوا سعداتك اختي سعداتي كطنزي عليا والله ما كنطنز عليك بالعكس عيشي حياتك كيف بغيتي نفس مبتسمه يمكن عندك الحق فدوى يلا خدمي ارجعوا لخدمتهم ونفس عقلها غير مع الغدا مع هاد ما هماش نادر ولا اللي يجي من جهته البسمه مزينه وجهها مشى الخوف ونساتو نسات الخوف اللي يجي منه وكانت تشوف الساعه وكتزرب باش تسالي لي في يديها في البيرو الجو مكهرب اعيون الحقد منتشره في المكان نادر بضحكه مستفزه كيشوف عاد وعاد فاهم انه طبعا ما كيخفاش عليه وكان هو مراقب وعارفه كيقلب على شي حاجه اللي تخليه يطيح داكشي على جنب يشوف نفس في هاد السمانه ولكن واحد النهار كانت لقب عليه وسلم عليه وسمى نادر تبع السيد وشاف نفس اللي جالسه في الحانوت ومن بعد سول عليها وعرفه خدامه عنده قرر يتبعه فعلا طلع عندها علاقه مع هاد ولكن اللي ضر في راسو هو كيفاش عاد كيتصرف معها عادي ماشي كاي موظفه ورئيسه في الخدمه وداكشي تاكد منه ملي بغى يجربها ملي لقاها انه ما عرفاش شكون هو البيداغوجي عاد سد الباب ومشى لعندو مرحبا بولد عمي قالها وراك عليها نادر مبروك عليك المناقصه الجديده الله يبارك فيك كنتيش تعد براسك وتجي لا حشومه شنو بغيتي يقولوا الناس ضر على البيرو مشى جلس عليه كتدي على هضره الناس بزاف صراحه خصوصا ديك الكسوسه اللي خدامه عندك هنا وغمزو هذا هو يغوبش خليك بعيد عليها نادر شنو قصه هاد البنت كذب عليها شكون وماشي شغلك فيها عداوتك معايا انا نادر ولكن جاتني عليها الصراحة عجبتني بزاف عاد ولا كيغلي من الداخل شي انت اكبر ود الحرام شفتو في حياتي نادر لا 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 خاصك تخاف على راسك الساحن عاد دار ظهرو على الكرسي كتهددني نادر حتى دي على كتاف الكرسي اعتبرها كيف بغيتي عاد غتبعد من طريقها نادر ضحك الصراحة غتكون مزيانة شنو غتختار نفس واش واحد لاباس عليه وعنده واحد الشركات ولا واحد خدام موظف عادي معاه ما ظنش انها تختارك انت عاد شنو اللي ضامن لك الفلوس كيديروا الطريق في البحر عاد وقف مخنزر الا شفتك كطوب بها اقسم باللي خلقني حتى غنخلي دار عشتك ونمحيك انت راك كتعرفني نادر ابتسم وتم خارج ايوا دابا غنشوفو انت اللي خاصك تخاف على راسك وتعرف شكون تكون السي عهد سلطان سد الباب وخلى عهد كيموت بالفقصه داك كلشي خربق ليه المشاعر اللي عنده
بدا كيتصرف شعرو في البيرو وجلس كينهش كيتحلف عليه الا مشى تطف بيها مستحيل يدوزها ليه. نفس خاصو حل ماشي من مصلحتو تعرفو شكون هو دابا. مبغاش تكرهوني ايا حتى يشرح ليها بنفسو، قدروا نقولوا انه باغي يختبرها واش غتطمع فلوسو او لا. في وقت الغدا ناض جمعت ورقه وخرجت من تما مبتسمه، مشات للباب كدور راسها تشوفو تقلب عليه حتى كتوقف قدامها لوطو. بغات تبعد ولكن هبط الزاج وشاف فيها. عاد طلعي فوقاش شريتيها؟ طلعي ونقول لك. حلات وطلعت وهانا بالصحه بعدا. شكرا، فين بغيتي تمشي؟ ما عرفتش بلاصه مزيانه وصافي، ما تنساش خاصني نرجع عندك اليوم في العشيه خاويه. نفس صدمات اوين انا كاع ما في خباري، سولت زين وعطاها لك. اجي انتوما صحاب؟ دار عندها؟ كيفاش 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 انا سولتك حيت كتقول لي زين ماشي مسيو زين. صحاب؟ اللهم بارك. عاد وصلنا طلعت لقات راسها حدا البحر وقبالتها كانوا مجموعه من الريستورات. دلات هو دار عندها شد يديها في سمنلو ودخلوا الواحد فيهم خداو طبله وجلسوا. نفس عاد شاف فيها وين شنو ماشي غالي هاد المطعم؟ لا لا عادي. شافت فيه عاد شنو شنو طلبي شنو بغيتي؟ نطلب نطلبك طلب. عاد وي شنو؟ نمشيو من هنا عافاك بليز. عاد وي عقد غباشو علاش مرتاحاش؟ والله خلينا نمشيو شي بلاصه اخرى. وراك ستيفي. عاد ما نقدرش نبقى هنا كناكل ما مولفاش بهاد البلايص. عاد زيد هادشي الشيكي انا ما عنديش معاه. عاد ويت نهد ملاتي انا جاي. وقفوا خلاها مشى طلع للمكتب المدير اللي هاد الاخير غير شافو بدا كيترهد هضر معاه ورجع عندها جلس كي بحال الا حتاها حاجه موقعه. وشويه وهي تشوف سيرفور كيمشي عند الناس كيهضر معاهم كيخرجوا. استغربات نفس عاد شافها وي شنو الناس كيخرجوا وشغلهم هذاك واش حتى حنا؟ عاد دار يدي على الطبله بغيتي تمشي؟ هاد الخرجه مباشره فيها رديت كنتعصب. عقد غباش كيفاش تعصبي؟ البرد ديالك في هضرتك كتستفزني بزاف بيه هكا. بصح انت ما كتعرفينيش باش نهضر معاك عادي ماشي بارد. نفس انت عارفه؟ انت عارفه واخا يلا بداي. نفس شكون هو عاد؟ عاد كيشوف فيها وساكت. كانت خارجه فدوه من الشركه وقفات كتسنى شي تاكسي يجي حيت عندها العشيه خاويه. حتى حسات بشي ظل واقف موراها دارت مخلوعه حتى شافته واقف عند رجليها. رائبان صبرتك طاحو فدوى. شكرا شنو كديري هنا؟ فدوى قلبها بغى يوقف. كنتسنى الطاكسي. اجي اجي نوصلك. لا لا ما كاينلاش ما بغيتش نعذبك. شنت من يديها وهي مصدومه يعني نقول الهضره ما كنبغيش نعاودها. فتح باب اللوطو وركبات حتى هو ركب الساك بها وهي نحسات لي فين ساكنه وصلها وقف كيشوف فيها. شكرا بزاف رقبال مرحبا هانيه يلا حلات الباب بغات تخرج ما غتعرضينيش؟ فدوى ابتسامه ما كرهتش ولكن اسمح لي ما كندخلش الرجال داري. رقبال باستغراب علاش؟ حيت هنا ساكنين غير العائله ما بغيتش ياخذوا عليا نظره خايبه. اوكي ماشي مشكل ولكن غنسالها لك مره اخرى. واخا علاش لا سلامه. رقبال بسلامه بقات كتجري هاربه منه قلبها كيضرب. طلعت لدارها وصدت عليها قصت على الفوطي رجليها فاشلين. مع مرات توقعت انه غيجي نهار اللي يرد ليها البال ولا تكون معاه. نهدت فرح كبير اما رقبال شاف حتى دخلات وابتسم بخبز. نظره خايبه بنت دابا نوريك دمارة. هو فراسو العجايب والغرائب. وصل الشركه وطلع زين نيشان فتح البيرو ودخل. زين اهلا رقبال جلس. شكرا وتعطلتي فين مشيتي؟ رقبال ضروري تعرف. وي ضروري. ايوا سيدي مشيت وصلت فدوى لدارها. ايوا 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 زين خايف غير تندم طريقكم ماشي هي هذيك. رقبال عارف شنو كندير ماشي شغلك عندك الحق غير ما تجيش شكاية في الاخر. رقبال ما تخافش وغمزو. زين يلا نوض 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 نمشيو. رقبال ضروري زين و نوض قاعد. رقبال الشركه مزيانه بعدا زين وتنوض. ايوا رجعوا عند الابطال ديالنا. عاد شاف فيها ورجع ظهرو للكرسي ونطق بكل هدوء. انا اكبر ولد في العائله وعندي خويا واختي صغيره وعندي اختي توام ديالي. نفس خرجت عينا. عندك اختك توام؟ حلف بالله. عاد وي غوش وا نفس هضره وحده قلتها حطت يد على فم. واخا انا يلا كمل. عائلتي مهمه بالنسبه ليا. قطعت نفس كاملين هكذاك؟ عاد ولا مظلك نفس. اوه يلا واخا. نفس انا شخص عصبي وبزاف من الدرجه الاولى
حمق بالدارجة، حاشي كان بغيها تكون ديالي وما كان سمح حتى واحد ياخدها. نفس متملك زعما، اه فوق ما كتخيلي. اه فهمتك، عائلتك فين عايشة؟ أكادير. ويتبدل فيها اللون. مزيان عاد مالك؟ لا والو. ويسول عاد انتي بوحدك اللي عند الاب ديالك؟ حركات راسها بالله. عندي اختي وكاين خويا متبني، بابا تبناه باش كان صغير، مشى للخارج كيكمل قرايتو هذه 4 سنين. علي حتى شي خبر؟ عاد ما نديهاش. عندك خوك؟ بساس ما عندي، اخر مره شفتو كان في عمري 13 عام، دابا داز 10 سنين على الغياب ديالو. فهمتك. عندك شي علاقه في حياتك؟ بساس مات. لا ما عنديش، مع عمري درت حيت في حياتي كامله كنت مركزه غير على قرايتي. ودابا شنو تركيزك؟ نهدات. دابا عندي بزاف الاهداف، هدف واحد هو نخدم ونشري دار بعيد على داك الحي نعيش فيه انا وبابا. وانت ما عندك شي علاقة؟ عاد يلا ساليتي يلا نمشيو. يا تقرص اوكي يلا. نات هزت ساكا، مشى هو خلص باش ما تشوف شحال خلص. تبعها القهوة واقفة وكتشوف البحر، زاد عندها وقف. عاد ما عندي حتى علاقة. دورت راسها شافت فيه، ماشي مشكل تقول لي حياتك هاديك. ابتسم من هاد البنت، رجعت ليه الصرف بنفس هدرتو ديال ديك النهار. عاد انا جاوبتك على سؤالك. تبغي تمشي؟ لا لا هي تبغي تكسديني للدار فدوى الا ما كان حتى ازعاج. عاد خوالها الطريق. يلا زادت قدامه وركبات في اللوطه معاه، وصمت سيد الموقف. نعلات راسها على سولاتو وتمنات تكون ما هضراتش معاه نهائيا. اما هو حس بها تقلقات حيت قمعها، قمعها خايبه بزاف. وصلها للدار وقف. عاد غدا بغيت نشوفكم في طرابزوج. نفس غنكون مشغوله. يلا بغيت ننزل وهي شده من درعها وزير عليها. غدا مع 8 غير في طرابزوج، ما نبغيش اعتراض. نفس تقصحات منه بغات تفك يديها. واخا غادي يلا نزلي وني تسالي سيري نيشا للدار. واخا خلاها بقات هي كتصغر من التصرفات ديالو. مشات نيشا للعماره دخلت ليها وطلعت للدار، تسنى حتى غبرات عاد تيمار الفيلا نيشا. طلعت لعند فدوى، دقات في صحات لها اللي لقيتها موجودة طبلة على حقها وطريقة وطايرة من الفرحة. نفس مالك؟ ندوة زيدي زيدي دخلي ونقول لك. نفس اوكي يلا هانا. مع دخلات نعود لك، عرفتي شكون اللي جابني لهنا للدار؟ نفس تاكسي؟ لا. طوبيس؟ لا. تراماي؟ ولا. نفس غوتات وهدري قفزتيني واخا وصلني لهنا رئبان. نفس شكون هاد رئبان؟ وري بالا صاحبتي اللي عاودت لك عليه ودار معايا باش نوريو نشافو. عرفتي قلبي كيرفرف من الفرحه. نفس بتسمس مزيانه صاحبتي. فدوى بالاستغراب، مالكي شنو بيك؟ نفس نهدات. عهد فدوى مالو؟ وقفت كتنقرب. دائما كيقمح فيا دائما انا صاحبتي. اليوم سولني واش عندي شي علاقه، قلت ليه لا. ملي سولته قال لي نوضي نمشيو، حتى دورها في دماغه مزيان عاد رجع قال لي لا ما عنديش. واش ماشي من حقي نسول واش ديما يبقى يقمح فيا؟ ولا عنده ما يجيش يخليني متعلق به هكا. راه 10 ايام ولكن راه والله حتى ولفتو في حياتي بزاف. اوف غير شخصيتو شحال معقده وبزاف كاع. فدوى كتشوف فيها وطلقتها بضحكه. المهم كلشي ضحكتيني والله. نفس غبصت فيها، حيت لقيتيني ضحكه كنعاود ليك ياك. فدوى ايوا دار معايا غدا نفطر بزوج مع 8 والخدمه راه زين صاحبو يعطيها لي. فدوى ايوا صافي سير سير تعلقي بحبك. نفس غنشير عليك ماشي حبي هذاك. فدوى ايوا شنو هو فقط شنو؟ اوف يلا يلا ناكلو ما تفكرش بزاف غتشرفي بلا وقت هكا. نفس هو يلا شاول الطبله جلسوا عليها كياكلو حتى شبعوا. ولات نفس مشات بحالها للدار مع 7، كانت تما سلمات على باها، صلات صلاتها، قدت العشاء تعشى ومشات ناس بحالها حسن ما تطرطق. ارجع هاد الفيلا كيدخل محك راسو حتى كيشوف خو جالس وكيتفرج وتشيبس قدامه مشى جلس حداه. امين برو على سلامتك. عاد فوقاش وصلتي؟ دابا شي 3 سوايع قلت غلقك هنا. كان عندي شي شغل ساليت وجيت. ديالاش؟ عاد ويغوبش فيه سوق امك انت مالك كتدخل في كل شيء. وانا ريح سنه وانا دي اللي غتزوج بك دائما غتصيفطها لدار باها. عاد ويخنزر فيه وعلاش؟ وعلى القميع اللي فيك. عاد ما هضرت تفكر نفس والقميع حتى هي ما كتخليش دقتها. ما تخافش حتى هي غتكون في هاد القضيه. امين باستغراب الى قضيه القميع غترد الصرف ما فيهاش. امين بعدا نفهم. ايوا صافي انت اجي انت شنو درتي مع شيماء ملي جيتي؟ ما كاين حتى خبر من عندك. امين وهي تقاد في الجلسه اش وصلنا لتخسر الهضره دابا؟
عاد مالك؟ شنو قلت لك؟ اش وصلنا لشي شيماء؟ كنا كنهضروا بيه خير على خير، وضروري تجبدها هي شي حاجه. امي تنان، غنعاود لك كل شيء. عاد وانطق. بدا امي كيعاود ليه من خرج من القصر ديالهم، مشى القصر العائله تما، وكمل ليه الهضره اللي دارت بينه وبين شيماء وشنو شاف في البحر. امين، هادشي اللي كاين ما تمنقصش. عاد وهي داك النهار ما هضرت معاها ولا شفتها، بقيت حامل نشوف خليقتها. عاد وغتنساها بسهوله. ولكن اوف ما عرفتش، حط يدي على كتفه، سمعني مزيان، هي لا تخدلات. امين قاطع، ما ديرنيش طريق باش تنسى الحب ديال حياتها. عدوى نبدا معاك، عارفني ما كنحمش لي قاطعني. امين واخا يلا سمح لي كمل. هي لا ندمات وحسات بيك انك تهانتي، غتحتل عندك. امين وديك الساعه غتندم على الجهاز. عاد وقف وهضر، تفش عليها على خاطر خاطرك. عندك الحق، فين غادي بعدا؟ عندي كومبا تمشي معايا؟ علاش لا لا، نحضر لخويا. طلع عادي بدل حوايجو وخرج مع امين نيشان لنفس البلاصه ونفس المكان. بقى زين كيتسنى مع رقبان، سلموا على امين ودخلوا لداخل قصر عائلة سلطان في أكادير. في بيتها ما خرجتش منه نهائيا، ما شافت حتى واحد ماكل، ماكلتها ماكلتهاش، ماكلتها ولات خفيفة غير كتنقب. وهضرت أمين كتضلها في دمها، ضحكات عليه وهرست رجولتو، حست بشنو حس، عرفات شنو وقع عليه في قلبو. نهدات حتى كتسمع الباب تفتح، دورات راسها ولا تنفق سر الاحترام ليه. شيماء بابا، دخل سد الباب من مرا، تقدم بس لها راسها وجلست حداه. أرسلا بنتي، مالكي قاطية؟ ماما كادي 20 ما خرجي من البيت. والو والو بابا، امتى كتخبي عليا شي زبلة هادي دايرها وانا ما عارفاش؟ قلبو عليها هاد المعاوده، بدات كتهضر مخنوقه. جرحتو بابا، جرحتو بزاف ما نشحر، غلطت في حقه وهنت رجولتو. اصلا باستغراب، شكون هذا اش كتمسح في دموعها؟ امين ولد خالتي. ارسلا، علاش امين كيبغيك؟ شيماء، أسألت نهد وصافي ما تبكيش، كلش غادي يكون مزيان. شيماء واش ندير؟ جربتي تهضري معاه؟ ما عنديش الوجه باش ندوي معاه. اولا غتنوضي غتمسحي ليا دموعك، بدلي حالتك على راسك الفوق، ولا كنتي كتحسي بشي حاجه من جهته وعارفه كيبغي؟ حاولي معاه من الاول وجديد ودافعي على حبك ليه. شيماء براء، ولكن راكي كرهني دابا. بتعزم ارسال، ما هي كيكرهكش، غير واخد منك موقف وصافي. الا بينتي لي انك انه مهم عندك، كوني على الاكيد غادي يسامحك وتبداو صفحه جديده. شيماء بصح؟ ايوا ايه بصح. قفات، عندوش مشي عندو نهضر معاه. ارسل، اوكي. ناض بس لها راسها وخرج، خليها تدخل الحمام وهو لتحت. خرج الجرده، لقى حلم وحيدر جالسين مع رانيا، امنية سيف وهداي واقف مع حذيفة وعز الدين، ابتسم وجلس. ارسل، واقيلا غنوليو نساب. حيدر عنق حلم، وشكون كان كيقول ولدي غيكون يبغي بنتك؟ رانيا، ومكتبة أرسلان، كان كيحمق على حلم وما كتبش ليه، ودابا ولادنا ولاو كيبغوا بعضياتنا. أرسلان عنق رانيا حيت حسبها مقلقة، شكون قال لك كان بغي حلم؟ سيف غمزو، شنو كنا شفنا شنو درتي بلا ما نهضر؟ أرسلان، وما عمري بغيت حلم حيت من جهتها كان غير إعجاب، ولكن بغيت رانيا حيت هي اللي بدلت لي حياتي وهي أم ولادي بجوج. حيدر، إعجاب إعجاب سيف. أرسلان، كنعرفو. حلم بابتسامة، شنو هضرتي معاها؟ أرسل، غتمشي لعندهم للقصر تهضر معاه. حلم، ولكن راهو مشى للرباط. أمنية، خليها تقلب عليه بيد كاعشي، فين ديك المصيبة ديال بنتك؟ صيف، في الشركة مع رعد وصفاء. أمنية، واخا. ضحكو بقاو كيتحتو حتى كيسمعو الباب ديال القصر تسد، واللوطو تحكات مع الأرض، عرفو أهي ابتسمو وكملو هضرتو. مشات شيماء القصر، وصلت ملقاتوش وعلموها بلا صافا. نهدات ورجعات، مع دخلات لقاتهم كاملين مجموعين معات من الداخل. قالوا لها بالله راه ما كاينش، فعلا راه مشى عند خو الرباط، كانت كتمنى انها تلحق عليه. طلعت كتجري للفوق، جمعات حوايجها وخلطات، خرجت بحال شدت الطريق للرباط ديك الساعات. اما هما بداو كيضحكوا، هضروا حتى كتدخل بنت طويله شعر زعر كيف امها وخالتها وبنات خالتها، ابتسمت ليهم ومشات تخشات في سيف الدين. سيف، على سلامتك. ضياء، الله يسلمك يا بابا. حيدر، كي دوزتي الخدمة ولا في الشركة؟ ماشي بزاف، ولكن مع الوقت. فين هي بيسان؟ حلم، في بيتها بنتي. ضياء، هلا نطلع عندها؟ أمنية، أهجي وكل شي حاجة عطلعي. ضياء، لا لا بلاتي، واحد آمين ما شفتوش هاد الأيام. هداي ضحكات، انتي كتقلبي عليه وشي حمار مات. ضياء، إوا الواحد هو اللي يسول في عائلته. لا بصح، فين هو؟ حذيفة، مشى للرباط عندها حتى أختي مشات. ضياء،
واخا يلا انا نشوف ميسان. طلعت عندها وخلاتهم مجمعين حتى وصل وقت نعاس. كل واحد طلع لبيتو، عمراتو الا حلم وحيدر خداو هدايا ومشاو للقصر، خلاو بيسان مع ضياء بدار شداتها. اصبحنا واصبح الملك لله. فقت الصباح خدات روتينا كيف ديما، لبسات كسوه بيضاء حد ركبه مع جاكيت جينز صباط بلاف الابيض، مشطات شعره وخلاتو على راحتو ميكاب خفيف. هزات ساكا وخرجات، طلعت على باها لقاتو ناعس ابتسمات وسدات الباب خلات لي الفطور فوق الطبله وخرجات بحالها. من تما شدات طريق راس الدرب حتى كانت المحلوطه ديال واقفه، لابس سبور سروال جين اسود مع شميز بيضاء وحال صدايف فقانيين، شعرو ماش طلور ومضاضر على عيني ابتسمات بلا ما تحس حيت كيبان بوكوس وساو هانسم. كان حالي راسو شاده لي حتى كيضربو العبير ديالها في نيفو. خس راسو طلع من الفوق لتحت وعقد غباشو حيد نضاضر وركز فيها الشوفه. نفس صباح الخير عاد ماشي قصيرة. نفس باستغراب، شنو هاد الكسوه رجلي كلهم كيبانو وشعرك مطلق على الاقل جمعيه. تعصبات حيت ما كتحملش لي تدخل فيها. وانت اش دخلك؟ البس اللي بغيت مين تكوني في داركم، اما دابا راك معايا في الزنقه. بقيتش غانا انا معاك، ندمتيني كاع. ولا بغات تمشي واش ندمني يديها ودور عنده بلا تبرعيش. هاد الكسوه غترجعي وغتبدليها. نطرات يديها، سمعني أسي عهد المرابط، أنا وأنت ما كتربطني بك حتى حاجة، نتأمر فيها غير صداقة سمعتي، كبالي حتى الصداقة هادي غتسالي هنا. بدا كيفور بالأعصاب. نفس، ردي بالك نهضرتك معايا، إلا كنتي تلاقيتي بالبيداغوجي ما تبقيش طري عليا. شنو جاي اللي جاب هذاك الهضرة دابا؟ فقت فرحانة ونكتها عليا هاد الصباح. دور راسو ما شافش فيها وبراسو ما عرفش علاش قال ليها تبدل، ما عجبوش اللبسه اللي لابسه. رجلها كيبانو وشعر حد الخصر ديالها كيتمايل مع نسمه الريح اللي كتذابو. غمض عينيه ورجع شاف فيها. ركبي ايوا ديرها من الصباح. حلات وركبات وبقى كيشوف فيها. في الاخر دار يركب دي بارا، ما هضر ما تكلم حتى وقف في نفس الريتو. نزلات ونزل حتى هو ودخلوا خداو شنو بغا وبدا كيف تروح. حتى نطقات ما كتجيش للدار اللي شريتي. عندي ابارطمون ديالي ملي كتسالي تسالي الاصلاح ديال الدار غنمشي نسكن فيها. مزيان علاش هاد السؤال؟ غير سولت من باب الفضول. حيدي من القصو حيدت الراس، راه ما مزياناش هادي طبيعتي ميمكنش نبدلها. هز راسو فيها. ما كتفطريش؟ منقدرش نفطر بزاف الصباح. قلتي لي البارح تلاقيتي بيداغوجي. نفس اه شنو قلتي لي؟ والو غير عرفني براسو. وانتي؟ حتى انا عرفتو براسي. واش نتي اللي جاي يهضر معاك تعطيه السيره الذاتيه ديالك؟ تعرفيش تدي فمك. نفس غوبشات شغلي هذا كنعطي النمر ديال دارنا كاع عاد، ومالك معايا هاد الصباح؟ ما ماليش الا ساليت. يلا نمشيو. نفس وقفات يلا مشى خلص ورجع عندها. خرجوا بزوج ديما الشركه. وصل غتنزل ويشد لها يدها. خليك بعيدة على نادر سلطان. نفس علاش؟ ماشي شخص مناسب لك ردي بالك. نفس باستغراب بغيت ننزل عاد جوابك ان شاء الله عاد رخا. يلا سيري. وزات من تما مستغربه منه بزاف، اما عاد نيتو تبقى نفس اللي عرف. غمض عينيه وتفكر هضره نادر من قال لي واش غتفضل واحد لاباس عليه او واحد اللي خدام موظف. هادي هاد الفكره هي اللي كدور ليه ديما. راه حتى وصل لواحد المبل نزل وطلع ليه بدل حوايجو في سوالت له طروج ديالو وهو رجع للشركه باش يدخل يخدم. دوزات نص نهار كامل غير في الخدمه حتى وصل وقت الغدا. فدوا كانت خرجات قبل مع زينة على قبل واحد الشيماع. نفس ناطت شمعات وخرجات هو دار لتحت. توجهات للمطعم اللي موالف مع فدوى. كتجي ليه تغدات كملات جات خارجه كتقطع فدوى نزلات من اللوطو ديال زين ابتسمات ومشات لعندها شدات فيها ودخلوا لداخل. فدوى مع ربعه غير رجعوا نمشيو لجنب البحر ندويو شويه ونبدلو الجو. نفس نصوني الباب ونقولها لي باش ما يتخلاش عليا الا تعطلت. فدوى اوكي يلا صوني لي وعلمي. جبدات تالي صونات لي ما شافش حيت ما مناش حيت عرف فدوى وحكايتها وانها يتيمه. بالعكس دارها كيف بناتو نفس وسوريا. بقاو خدامين حتى وصل الوقت ونزلوا بزوج وخداو طاكسي نيشان البحر. كيتسراو كياكلوا زريحه وكتعاود لها على هاد فدوى عليا باليمين حتى كتعجبي وغير عليك. نفس فدوى حيد هاد الفكره من بالك، ما كنضحكش معاك انا فعلا كتعجبي. نفس هزات كثافه وباغي تحكم. اوف وعالقيتي لي تحكم فيك بعدا ومازال كتهضري. نفس اجي شنو درتي مع العقبال؟ والو ما بقيتش شفتو ولكن اكيد غادي يجي ان شاء الله. شوفي غنمشي ناخذ عصير نشربو حلقي شحف ونجي. اوكي انا نتسناك هنا.
نفس اوكي. نات مشات عند مول واحد الكروز اخذت عصيري، بغات ترجع وهي تشوف نادر واقف قدامها وهي تستغرب. مسيو سلطان؟ نادر صدفه زوينه، شنو كديري هنا؟ بغيت غير نشم شويه الهواء. نادر بابتسامة ما خبيته، مزيان نعرض عليك تشرب معايا قهوه. نفس بعد ما ارتاح، لا شكرا خاصني نمشي. دارت بغات تمشي ويشدها من درها وقربها لي، غير القهوه ما دات ما جابت. نفس تقصحات وما مرتاحش الوجود ديالو. مسيو سلطان رخيني عافاك. نادر حتى تقبلي، ما جات فين تدوي وترفض حتى كتحس درعها الثاني تشر، ولات مورا واحد الظهر عريض وبزاف عرفاتو غير من ريحتو اللي ولات لاصقة ليها في نيفها. نخليو هادو ونسيت حقا ما قلت لكم على شيماء اللي مشات مباشرة للفيلا مع وصلات حتى حلت ليها الخادمة الباب اللي دخلات ويشوفها أمين كان نهزل مع الدروج ما شافها. قال لها اش كديري انت هنايا؟ جيت بغيت نهضر معاك نطلب منك السماحة. انتي ماشي طيحتي بيا، انتي راك انتي رجولتي، انا ما كاينش بهاد المره اللي تي رجولتي. سمعتي شيماء عندك الحق في كل شيء، ومن الاخر علاش جيتي؟ باش تعطيني فرصه تسكع على الفوطي. وعلاش غنعطيك فرصه؟ انتي ضيعتها من يدك. دموع بداو كيطيحوا. عندك الحق ولكن ما درتش بحالي، وقفوا عطاه بالدار. انتي راك رديتيني بحالك ودابا رجعي بحالك لاكادير. امين سمعني عافاك. بسلامه بنت العم. درات هذيك بنت العم مشات عندو دورات وعندها ونطقات. انا ماشي غير بنت عمك، انا حبيبتك امين. حيد لا يدي على كتفو، كتبقاي بنت عمي مع عمرك كنت حبيبتي. انا واحد ببنات كل ليله مع وحده، كيعجبني النوع، ولا كنت معاك ما غنكونش عايش. شيماء انت كذاب، انا عارفك ما بقيتيش كتمشي مع البنات، وخاص تمشي خوك على قبلي. لا انا وخويا صح، اصلا ما كاين بيناتنا حتى خصام. ما ديرش فيها هكاك عافاك امين. سيري ما بقيتش باغي نشوف وجهك قدامي، تحركي. بس حد ما عاو شافتي ما غاداش انا من الرباط، غنبقى هنا حتى تسامحني ونكون معاك وتيقني، ما غنخلي حتى وحده تقرب ليك، واللي قربات ليك غنكون معها تصرف اخر. امين وعومي بحرك. خرج الجرده وخلى هاد مع على عينيها. خرجات من تما وركبت لوطو ديالها، توجهت البحر نيشان. نزلات بقات كتشوف وتبكي وتنخصص، هي اللي ضيعات وتبعات واحد اللي كان كيضحك عليها. وندمت بزاف على تصرفها، فعز تفكيرها كتحس بيد تحطات على كتفها. اما امين ابتسم من تصرفها ورجعت لها البيت وبدل عليه وخرج من تما المجهول. ايوا رجع عند نفسه وعاد، نفس مصدوم وعاد، عينيه جمر على نادر عارفو كيستفزو، كيدور بنفس صغير ضد فيه تنهد بعصبيه وشاف نفس. عاد تسنيني لهي حدا اللوطو. نفس عاد سمعني، دار عندها كامل، غنهضر مع السي نادر وغنجي. نفس واخا. مشات وقفات حدا اللوطو وكتشوف فيهم خايفه هي فعلا. عاد جا كيف رحمه سيدي ربي، حيت ما صحتش ليه، واما هو كان مشى لابارتمون ديالو بدل عليه وصلو ميساج بلي نادر سامع نفس هو اللي كيجري ومشى لعندها. واللي سهروا هو ملي شد نفس وجرها من درعها تما صافي فاض الكاس، والغيره بدات كتحك فيه. ما عرفش راسو حتى شنو كيدير. نادر بالسيزا خايفه عليك سيكيتا، عاد شمع يدي على قبضه وكان غينزل عليه، ولكن تراجع لاخر لحظه. اخر مره نقول لك خليك بعيد على نفس، راه غنخرج عليك سمعتي، خليك بعيد على نادر. شنو خايف مزيان ملي قلتي ليها اسمك الحقيقي؟ بعدا حتى الا شي واحد قال ليها عاد ما طلعش الحسبه. برافو كتفكر. تعصب ويدخل فيه براس حتى العف، وهذا الشيء شافته نفس وقفتات كانت جايه لعندو، ولكن ما رد غير تخنزيرته حيت عرفها غادي تجي. عاد السبب بصح دير اخر مره نادر، اخر مره نادر غادي تندم. خليك يا ولد عمي زوين وكتسمع الهضره وما ديرش البساله، حسن ما تجيبها في عظامك، راك كتعرفني مزيان. نادر جبد كلينكس كيمسح لي فم الدم. دابا نشوفو. ما سمعش ليه، مشى لعندها ونطق بكل غضب. ركبي. نفس عاد انا مع فدوى جيت معاها. خنزر فاوية تقرم، طلعت بزز منها، دارت سانتيغ وهي ديماري حتى مشات وجهات، وغادي مكسيري خافت منه من داكشي اللي كيدير. عرقو بارز لحد ما هضرو كيسينيو هو دموعه وعينيها دمعو. نفس عاد عافاك نقص السرعة عافاك. عاد غي ساكت، عاد عندي فوبيا من السرعة، نقص عافاك. ساكت صوت هاديك السيرة حتى شافتو خرج من المدينة تما، برد ليها المفركة بصافي جهدها بدا كيتسالى. عاد عافاك حبس اللوطو، شوف راه والله ما مشيت معاه لشي بلاصة، والله تلقيتو، ولا حتى تلاقيت انا كنت مع فدوى. عاد حبس عافاك حبس. حسات غاب اللوطو وقفات عاد لدق. نزلي. كيفاش نزلي؟
قفزات ونزلات بزز منها وهي كتشوف راسها كانت واحد الفيلا صغيره دايرين بها غير الشجر، ما عرفت راسها باش تبلات حتى الا بغات تهرب ما عندها فين. اما عاد فتح الباب ودخل وهي سمعات ولقاتو حيد جاكيت وكيتنفس بسرعه كبيره، سقط في الحيط خايفه منه. عهد انا ضرب طبله برجليه سكتي قرمات وزاد تختات في الحيط كترعد، مع عمرها شافت مو محصل كي بحال هكذا ومشى عندها وشدها من درعها وجرى عنده حتى ضربات مع صدره وانطق بكل الغضب وعيني حمر خارجين بالاعصاب وعروقه منفوخين وجسمه بحال الضبل بسبب اللي وقع. حتى هي كانت غادي ديرها في سروالها، مع عمرها شافت شي حد هكا ولا بحال شي وحش هو قدر يدفن حيه وما يحنش فيها. شنو قلت لك؟ شنو اللي لبستك عليه الصباح دوي؟ نفس سالو دموعه عهد والله ما كسمع هو اللي جا تعرض ليا في طريقي. منين يتعرض ليك خوي لما الطريق وقلبي عليه ما تخليش ليه الفرصه فين يتقرب منك. شوف هانت شوف غير سدن غير سدن ونهضروا بالعقل. انا الخاها ودور راسو كيتنفس بصعوبه وبغيت تهدن، ولكن انا وحط يدي على دراعها شعلت فيه الفتيله. اما هي كترد فريقه ونطقات انا براسي ما كيرتاحش لي، كنحلف لك بالله ما كيرتاح لي قبيله راك غندور فيه. وانت جيتي حيت جيت سكتي من الاول. نفس ما تخليهش يتصرح عليك كدوت نخص ما كنخليش والله. اول مره انا كنت بغيت نغوت عليه ولكن انت جيتي كيشوفها كتنخصص وكترعد واش هتظنك بالخوف اللي خافتو منه. وبالضبط رواش عينيها فازقين بالدموع واللي كملت ليه هي الهضره المقطعه اللي هضرات كتجي كيف شي باب صغير كيحاول يشرح للاب ديالو شنو وقع. نهد وقرب لعندها بلا هو خدا وجاها بين يدي مسح لها الدموع وبس لها راسها وطول فيها عدوا بهمس. ما تخليش مره اخرى نفس راح ما نضمنش ليك. قلبها بدا كيشطح العلوة اول مره كتحس هذا الاحساس. زاد راسها بلا ما تحس عهد بشي بابتسامة من اليوم غتكوني معايا وليا، مستحيل نخليك لواحد اخر. انا اللي كنعرف دوك الطبقه وشنو يدور لهم في دماغهم. نفس صدمات بلا ما تحاولي ترفضي حيت اللي فراسي فراسي. ابتسمت بخجل هبطت راسها حشمانه منه. يلا مشينا شد يديها بتملك وتما خارجين. ما هضرات ما تكلمات ضرب عليها ضربه خايبه بقات شامده قالت والو حتى هو خلاها غارقه في دوامتها حتى وصلوا للحومه شاف فيها. غدا الصباح تلقيني هنا عطيني نمرتك. زات راسها بقاه ودات ليه التالي ديالها سجل نمره اتصل براسو ومدو لها صباح على خير. نفس فهمت صباح على خير خرجت كتجري ما قداش تشوف موراها ديما على اللوطوني جا الفيلا كيتنحد وعقلو خدام. دورات في دوار راسها كتلقى بنت صغربات بقات هي كتمسح دموعها. شيماء شكونتي؟ فدوا انا كنت جالسه حداك شفتك كتبكي وبقيتي فيا بغيت نعاونك مشكلتي ما عندها حل. فدوا جلست حدا لكل شي حل. شيماء بالنسبه لك هي شي واحد. شيماء باش عرفتي عينك فاضحينك. نعدات شيماء ما عرفت واش نعاود لك. فدوا تقدري ترتاحي بدات كتعاود لها المشكل اللي وقع لها حتى تفشات ودارت عندها. شيماء شنو بان لك؟ كيبان ليا باغي يختبرك. شيماء ظلمتو معايا كلشي ليه الحل. بدات كدور راسها تقلب على الطلقه لكن والو حتى شيماء انتبهت ليها. شيماء كتقلبي على شي حد؟ فدوى صاحبتي مشات تشري مازال ما جات. شيماء تسناي هذا بهادشي ولا ويلي هادي الساعه دابا بلاتي نتصل بها. بدات تيري بدات كتصوني ولكن والو اوف طافي. شيماء والمعمول فدوى كيبان ليا نمشي دابا اجي كاع ما تعرفنا. شيماء مدات لها يديها انا شيماء وانا فدوى متشرفين الشرف ليا. فدوى فين غتمشي دابا؟ هزات شيماء كتافها ما عرفتش كيبان ليا لوطيل. فدوى بعد تفكير يلا معايا للدار. شيماء تصدمت منها كيفاش؟ تبقايش بوحدك بقاي معايا حتى تلقاي الحل للمشاكل ديالك. شيماء ما غنتقلش عليك. فدوى ابتسمت لا ما غتقليش عليا بالعكس غنلقى لي ونسني. ابتسمت لها شيماء واخا اذا يلا. شدو في بعضهم مشات فدوى مع شيماء في اللوطو ديالها زادو تعرفو كتر. من قالت لها الا من عائلة سلطان تبدل فيها اللون ولكن هدناتها ونعتات لها الطريق. وصلوا طلعوا لابارتمون ديالها. شيماء باعجاب ودارك زوينه. فدوى حطات الساك ديال الورد حقي وشريتها هي الاولى باش ما نبقاش في الكلام. شيماء مزيان. فدوى اجي نوريك بيتك هو راه فرشتو غير هكذاك باش ما يبقاش خاوي لكن جات الفرصه تنعسي فيه انت. شيماء بابتسامة شكرا غنتقل عليك. لا لا ما تقوليش هكذاك مازال تعرفي على نفسي ان شاء الله ولوليو صحابات. شيماء ان شاء الله دخلت لداخل وعجبها البيت بدات حوايجها بدلاتو. خرجت الكوزينه غوتات فدوى في العشاء تعشاو وكل وحده مشات تنعس وترتاح. صباح صباح جديد على ابطالنا واش بالخير او لا غنعرفو.
حلت عينها على صوت التلفزيون باش نهض. صحيت الليل كامل وهي فايقه كتخمم واش كتحلم او لا واش قال لها نيت انتي ديالي وغتكوني معايا او غير جاب ليها الله. دارت على يدها اليسرى وهزات الدار شافت النمر ما مسجلاش وهي تقطع وتخشت في بلاصه. غطات الراس ورجلين عاود صونه قطعات ولا عاود قطعات ولا عاود. هاد المره جاوبات يلاه بدات تعرق لهذا اللي صوني وهي تقف على صوته الخشن وجاب لها الخوف منه. عاد والله على حسك مالك كتقطعي مالك. نات جالسه وجاوباتو خايفه ولكن جبهه كون كانت بنادم نفس. اولا الناس كيقولوا صباح الخير، ثانيا ما تخصهاش الهضره، ثالثا انا ما سجلتش النمره باش نجاوب. عاد باستغراب كيفاش ما سجلتيهاش؟ عضت على الشفايف ولقات بخوف اوف نسيتها البارح. عاد بغضب علاش اتفقنا البارح وغاتجي تاني؟ قوت ايوا شوف عطيني ساعه نكون واجده. والله عندك 30 دقيقه نلقاك في الباب. قطع على وخلاها مصدومه وفايقه غير التالي منين عاود صونا عليها زعما نوضي. نطيره الحمام غسلت وجهها حكات سنانها ولبست حوايجها بالزربه نطت لتحت صايبات الفطور. لباها خلاتو ليه فوق الطبله مع التلفه خلات الخبز في الكوزينه ما جابتوش ورجعات البيت ثاني لبست صبادري وطلقات شعرها وجهها دارت ليه عكر وصافي. هزات الساك وهبطات لتحت فتحات الباب وهي تشوف واقف تما فشلات. تقدمات عندو ابتسامه ورجليها كيلعبو البالي. اخا حاضيها بقى شاف الكسفه وصلات عندو بكل انوثه ونطقات صباح الخير. تعطلتي دقيقه درتها من الباب لهنا هاد الدقيقه. عاد جبدي التالي تسجلي النمرة اوف واخا جبداتو وسجلاتو وحاضيها دابا مزيان ركبي. نفس من تحت نيفا وكتحل لوطو يخما فيه الصواب بسلامة يا ربي. سمع ركب وتسناها ركبات ونطق نهار اللي ديري عقلك غتشوفي من عندي الصواب. قرمات منين سمعها ديمارة موقف حتى وصل للريستو نزل ونزلات مشى عندها شدي دابزة ملوك حتى هي كان عاجبها الحال. دخل خسرت هي الطبلة وجلسو وجا السيرفور كياخد شنو بغا وختارو مشا. عاد على ما يجيبو غنمشي نغسل يدي. نفس واخا ديري عقلك هاد المرة. ما صافي عاد شحال اللي خاصني نشرح ليك؟ والله يعمالك مشى الحمام طلق الماء كيدير الصابون كيغسل في يدو ونشف هادي هادي عادتو ما كيبداش الماكلة حتى كيغسل يديه. رجع ويا ريتو ما رجع كاد نفس واقف عليها واحد وما تقولش ليكم كيف ولا مصيبة ثاني. والغيرة كتاكل فيه وحاسة عافية شعلت ليه في صدرو. جالسة كتسنى هادي رجع وساهية في البحر كيضرب في الأمواج ديالو مبتسمة حتى كتحس بشي ظل وقف عليها دورات راسها بلا واحد معرفاتو شكون. سمحي ليا هزات راسها شفتك داخلة مع خوك وتسنيتو حتى راض وجيت جيت لعندك باش منوطلك الصداع. نفس باستغراب خويا الصراحة جبتيني بغيت تكلم معاك لا قبلتي. لا لا خويا لا انا ماشي مشكلة عطيني غير رملتك. مع قالات احس بشي واحد شدو من قرفاتو ودور لعندو بالنصرة. قالت لامك ما باغيش تهضر معاك ومازال لاصق فيها. ها وارخي مني يا صاحبي. ماشي صاحبك انا صاحب دعوتك النهار. يلا نيشان شف نفس رمى لها سوارت لوطو. نفس خافت ورجليها فشلو عليها عاد تهد نعافاك بدا كيغوت عليها تحركي. قفزات من بلاصه هزات سوارت خرجت كتجري ناقص كاع من هاد الفطور ولا يجي من جهتو. عاد دور ليه دور الولد جمع قبضه يدي عطاها نيشان لوجه بقى عليه بالضرب كيضرب ويحاول حتى بغى يقتلو. كل ما جروش الرئبه اللي اتصلوا بيه قبل ما يبدا يضربو حيت كانوا عارفينه في الدائره كانوا تحرجوا ليه بختو بيسان وروض روينه حتى وصلت للبوليس. تكلف رئبان بزز باش بردو وكلفهم حتى مسحو التسجيله ديال الكاميرا باش ما يتنتشر هذاك الفيديو ديالو المرجع لقاش نهائيا نحدو جلس. هي مع شافت القاضي احمد تخرجت كتجري حلت اللوطو وجلست فيها مخيفه ما سنات حتى شافته جاي وجهو ما كيبشرش بالخير. دركب ومد يديه مدات ليه السوارت ديمارا اللوطو ما هضرش معاه نهائيا موقف غير حدا لابارتمون. نزل وهي كتشوف فيه زاد وصل الباب دور راسو لقاه مازال في اللوطو ورجع عندها. غتباتي هنا؟ عاد بغيت نمشي للشركه. نزلي ما غتهربش الخدمه. شوف خلي حتى تبرد ونهضرو. دار عندها حل الباب وخرجها وسد طلع معاه فتح الباب وسدو دفع على الفوطي وحط يديه على جنابو كيشوف فيها. جوج حاجات غنقولهم ليك نفس ما نبغيش عصيران. نفس شنو هما؟ انا واحد عندي نفسي هنا وما كان رضاش البنت اللي تكون معايا ما ديرش عقلها. قاطعاتو ما خديتيش رايي واش باغيه بعد هاد العلاقه ولا لا. هاد هو يغمض عيني وشاف فيها. واخا دابا انا كنسولك واش تكوني معايا ولا لا. نفس بقات غير ساكته. جاوبي انت عصبي بزاف وعصبيتك صعيبه وبزاف
انا هكذا داير، ما عمرني غادي يتبدل. وانتي غتختاري شنو بغيتي. ودابا بقات كتشوف فيه فكرها طولات، كاع في الاخير نطقات نستحمل واخا ما عنديش مشكل، عاد غتعذبي بزاف ماشي مشكل، تقدري تجيبها في عدامك. نفس انا ما كنسمحش في حقي، عاد والمغنى حتى هي كتنرفزني، انا ما نسمحش لك تمسح شخصيتي، عاد شخصيتك معايا ما تكونش. نفس وكبريائي ما يسمحش ليا، كبريائك غيخرج عليك. ما عنديش مشكل، موقفي ما ينزلش الارض، عاد موقفك ما كيهمنيش وانت معايا، يهمك او لا المهم تحترمني. نحترمك الا احترمتي راسك، انا محترم راسي، لباسك وشعرك وكل شيء، واخا نقدر نلبس شي حاجه اخرى ولكن شعري لا، كنبغي نخليه على راحته. عاد منين تكوني معايا اه، ملي ما نكونش انا لا، دور راسها في راسها اه. واخا عاد اي بلاصه مشيتي لها نعرف فين، اي حاجه غديريها نعرفها، تحركات كلها فاهمين. نفس الطواليت حتى هي وين خنزر فيها، وصافي يلا طلب شي حاجه نفطر راه مصارني تلو ليا بالجوع. عاد ويجلس الكوزينه قدامك، على اللي غنصايبو وما فيها والو، الا دقت ماكلتك اولا ولا غير الحليب اللي غيفيض والباقي راه واجد. نادات ونات صايبات الفطور على وعدها وصعدها، كملات وحطات فوق الطبله وعيطات ليه، مشى شاف الطبله مقاده بشبه ابتسامه، تقدم عندها وبس ليها راسها وجلس حداها. الله يعطيك الصحه، كل كل كنا خارجين صدقنا مطيبينو، مازال الوقت فين نفطروا برا، غير الموقف تصبح راه ما غاديش يتعاود. نفس واخا بقاو كيفطروا، متوصرة أول مرة تكون مع واحد في الدار، في دار وحدة ما معاهم حتى حد، الشي اللي خلاها متوصرة حتى هاد يقدر شي آديها وأي يشوف فيها بشي طريقة اللي ماشي هاديك، وهادشي اللي لاحظتو فيه حاني راسو. عاد شاف فيها شوية بالنسبة للمكياج، نفس مالو ما تبقيش ديري، أنا أصلا ما كنديرش بزاف قليلة إلا بغيت نمشي للخدمة ولا. عاد هدرت واخا، نهدات وكملات نسالة ونضو خرجوا من تما نيشان للشركة، ونفس كتحاول تخلق الجو بيناتهم وتجبدو في الهضرة. أما سريع بل ما خرج من داك المطعم حتى فك المشكل ديال صاحبه، وديما راه عندو الشركة يفهم الموضوع، وفي الطريق داز على عمارة اللي ساكنة فيها فدوى، وقف بقى كيحقق فيها حتى كيشوفها نازلة خارجة غتشد طاكسي، مشا وقف قدامها. ريبل طلعي، فدوى بابتسامة، لا بلا ما نعذبك ماشي مشكل طلعي أنا غادي للشركة. حلات وطلعت، شكرا بزاف. رعبان هانية ديما راه وتعمد يمشي من الطريق اللي فيها حركة سير عامرة، وقف كيحاول يعرفها. رعبان واش ساكنة بوحدك؟ اه بوحدي، والديك مخليني كاكا بوحدك، مع الأسف ماتوا باش كنت صغيرة الله يرحمهم. فدوى امين، عندك شي حد في عائلتك؟ لا ما كنعرف حد يعني مقطوعة من شجرة. شكون رباك؟ جداتي ماتت دابا شي عام، وشريت ديك لابارتمون باش نسكن. مزيان يلا وصلنا، واخا تحطني بعيد شويه على الشركه. رعبال علاش؟ غير نظرات الموظفين ما بغيتهمش يفهموا انا غلط. علاش؟ عافاك بليز وقف بعيد. نزلات وحتى هو نزل، دارت عنده شافت فيه، شكرا بزاف، تشوفوا في الغدا. واخا ان شاء الله، بسلامه بسلامه. دخلت مبتسمه وقلبها كيضرب في التسعين، اما هو ديك الضحكه رجعت صغبيشه، دور راسو كيشوف اللوطو ديال عاد، وقفات ونزل معاه واحدة أخرى، وأنه بعيد الظهر أنه بعيد حتى هو عاد، نزل حتى هو معاها ودار عندها عاد، ما تنسيش علاش اتفقنا. نفس أوف واخا صافي كون هاني، خدا لها شفايفة بيدي وبرك عليهم، ما تبقيش تأففي عليا. واخا واخا إلى آخر مرة، عاد مزيان دارت غدا ويوقفة، نسيتي شي حاجة؟ شنو؟ هز حجبانو زعما منيتك. نفس وصافي خليها مرة أخرى، عاد وين خنزر فيها. نفس ناري ما كتفاكش، سلمات عليه بلا بيز ومشات متوجهة للشركة، هو تبع لها العين حتى كيوقف عليه. رقبال نحضر لكل شيء، ورقبال ما تقولش لي نوتي صداع في المطعم على قبل ديك الكسكوتة، ما حشبراتو حتى جا مفروش في الأرض ونيفو دهيز بالدم. طلعت البيرو ديالها فدوى كانت يلاه جات، سلمات عليها وجلست حداها. فدوى عينك كيضحكو واش كاين؟ نفس كنت عارفه شنو وقع معايا ناري ما تسيقيش. فدوى اجي البارح خليتيني ومشيتي. نفس استناني انا نعاود لك كل شيء. فدوى عاودي دابا البارح ملي مشيت نشري العصير تلقيت مع بنتي سلطان وبغيني نشرب معاه قهوه. فدوى اه تمشيتي وخليتيني ما حشمتيش. نفس وا تسناني نكمل ليك مالكي. فدوى كملي شد لي يدي وبغاني نمشي معاه، واخا عرفت ولكن جعاد وفي نفس الوقت في الوقت المناسب وثقني منه. كملت لها كلشي وتنفست فدوى مصدومة منها، واش ضربو؟
نفس اه ضربه اويلي ناري خرج على بلاصتو صاحبتي نفس وقفت بلاصه اويلي نسيت مشى ليا من بالي هذا الموضوع وشنو غديري نفس غنهضر معاه دابا فدوا اوكي بدات تيلو صونات ليه كتسنى يجاوب شويه وجاوبها كان فواحد من الريستورات جنب البحر كيهضر مع رئبال وكيشرح ليه رئبال دابا نسويها صاحبتو عايد خدا القهوه وشربها وشنو غدير مع نادر نتعرفو ما عولش لك على الخير عاد كيقلب على خلعشتو رئبال كتخيل الوجه هذيك المسكينه ملي غتعرف كره نتا عاد عاد سلطان اللي كلشي كيخاف منه وشنو غدير عاد بشي بابتسامه من لال تما غتكون كتبغيني وما كنظنش انها تبغي الفرق رئبال شنو هدفك من هاد الكذب كله عاد والو بلاتي نقول واش غطمع فيك عاد سمعت تالي كيصوني هزو شاف سميتها بلاتي بلاتي انا جاي نجاوبها وي شنو نسيت ما سولتكش عاد علاش شنو درتي مع مسيو سلطان عاد عندك هاي طردك من الخدمه وديلك مشاكل عاد خايفه عليا وانت اللي ضربتيه بسبابي عاد بشي بابتسامه ما عندك مناش تخافي المعنى راه باين وواضح نفس اوكي ريحتيني الا ارتاحي اليوم غنجي نسكن في الحي نفس بصح والله الا فرحتيني يلا سيري تخدمي اوكي بسلامه قطع عليها وتنحى رجع جلس معاه رجع نفس الموضوع حتى وقف وقت الغدا عاد مشى للفيلا عند خو ورئبال مشى لحدا الباب ديال الشركه وقف حتى فدوا عودت النفس نوقع عليها ودعات مع ربي يسر ليها معاه الا كان فيه الخير وقت الغدا هبطات ودورت راسها بان ليها مشات عندو ابتسامة حلات لوطو ركبات حداه وقلبها كيضرب بالخلعة والفرحة بزوج عرفتو باش كتمشي ودوز وشي مباراة ونتبعو مخلوعين واش تقبل اولا لا منين كدوز كيقولو ليكم السمانة الجاية راه غتبداو معانا الخدمة وكتخرجو فرحانين وفي نفس الوقت مازال شاداكم ديك الخلعة هادشي اللي وقع معاها فدوا سلام رئبال مرحبا فدوا ابتسامة شكرا فين بغيتي تمشي ما عنديش مشكل في المكان رئبال اها دمارة مشى وقف قدام واحد المطعم نزل ونزلت معاه دخلوا طلبوا شنو بغاو بداو كيدويو كيتعرفوا اكثر طبعا رئبال كذب عليها من ناحيه عائلته ما قالش لها شنو كاين بصح فدوى الله يخليها لي رئبال امين فدوى انا غنجيك من الاخر ونقول لك نعم شنو انا عجبتيني من اول مره شفتك فيها وبغيتك تكوني معايا مسيو رئبال انا ما مزروبش حتى تفكري مزيان وجاوبيني ولكن سمح لي انت عندك حبيبتك كيفاش بغيتي نكون معاك رئبال زيرات وبهدرتها شكون قالها لك لا لا يخطى علينا اخبرت المشاهير رئبال هي متبع اخباري فدوا واش هتصدق لا ماشي هكذاك وصافي ما تحشمش مني راه غير دبيت واخا خلي لي الوقت كنتمنى تجاوبيني في اسرع وقت ممكن واخا ان شاء الله رئبال ساليتي ساليت مشي خلص وناض وهويها وصلها للشركه قبل ما تنزل شد لها في يديها وجرها بس لا يديها الشي اللي صدمها رئبال بسلامه فدوى قالتها بالزربه وهي متوتره بسلامه خرجت كتشري ما كتشوفش قدامها بقى كيبتسم وكيلعب بدماغه ديما راه مشى نيشان لظهرو كيوصل دخل ليها كيلعب بسوارتو وهي تصدم وخرج عينيه روان في العشيه سالاو خدمتهم وخرجوا بزوج مشادين شدوا طاكسي فدوى لدارها ونفس الدار وصلت ليها ودخلت كتولي تشوف نفس الراجل اللي كان داك النهار وقال انه عمها نهدات مشات سلمت عليه وجلسات عبد الله ابتسامه نفس بنتي كي دايره لاباس عليك الحمد لله بالي بنتي سيري طلعي لبيتك نفس بغضب لا بابا ما غاداش وانا كنشوف ما كيجي هاد السيد كنلقاك معصب بالي ما كاين والو بنتي نفس لا تقولش لي هكاك بابا كاين شي حاجه عبد الله بمكر خلي البنت تعرف الحقيقه نفس شمن حقيقة بالي عبد الله خلي عليك بنتي افتقار عبد الله لا لا سمعي بنتي من حقي من حقي نقول لك الحقيقة حقيقة دباك بالي شد في وجهه قلبه مقطعه يحس بيه كيتقطع بدا كيغوت الحقيقة شمن حقيقة هي الحقيقة هي انكم جريتو عليا من دار با تهمتوني زور انت وخوك الحقيقة هي كحلتو عيني با عليا وتهمتوني وقتلتوني وانا حي وحيدتوني رزقي ورزق ولادي مازال ناقل على النهار اللي كانت توريا مريضه وما عنديش الفلوس باش نشري لها الدون ديال العمليه وسديتو عليا الباب ديال ديوركم عطيتوني بالظهر عبد الله كنا صغار بالي تسير خرج عليا من داري ما عمرك تعاود تدخل ليها مازال خرج نفس خافت على باها مشات لعندو بابا عافاك تهدن 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 يا بابا
طاحلها في يديها، مبقاش تحرك. شافت في عمها وغوتت حتى صوتها بحال درجة الجيران سمعوها، وجمع واحدة من الدار نفس خرج بحالك خرج. بدات لي كتدفع وتغوت يخرج هز عيني، خرجوا من اللي شاف خرج وهي كتغوت. ركب عبد الله في اللوطو وهرب من تما، خافوا يكون مات وتلصق هو اللي قتلو. اما هي مشات عند باها مباشره كتحاول تفيقو، تلفات الجيران دخلوا عندها كل واحد شنو كيقول. تهلي مات مات، مستحيل يعيش. وين السيد طاح مابقاش تحرك، شي اللي جن بدات كتغوت عليه مخرجاتهم. كان وصل هو الحومه غادي للدار اللي شرا، كيشوف الجيران مجموعين في الباب كيبركو كيعوتو، وسمع الصرخه ديال النفس وهي كتبكي. خلاه يدخل بالعقل عندها، شافتو وهي تدوي عاد بابا ما كيجاوبنيش. قرب ليه وحط يدي على عنقو كيشوف نبضو وهو يشوف فيها. جالسه وحاطه يديها على فمها ودموعها خايط من عينها، واقف عند راسو كيتسنى الطبيب يخرج. عاد منين شاف النبض ديالو قليل هزو خرجو نيشان، ركبو نيشان لاكلينيك ودخلو العمليات. مازال ما عليه حتى خبار، عاد جلس حدا وحط يديه على شعره وصافي طيبتي دوك العوينات. شافت فيه خدودة حمرين ونيفها، ما عندي حتى واحد من غيرو، عاد حتى واحد راه هو السند ديالي في الحياة. بلا بيه ما كنسوى والو، رباني وانا مازال صغيرة تكلف بيا وعطاني الحنان والحب اللي ما لقيتوش في عائلتي الحقيقية اللي سمحت فيا. علاش مكتوب عليا هادشي؟ علاش نهارت بالمكا واحد النقم زير حليها خشات راسها في عنقو واستسلمات لي، ما قدرتش تخيل راسها بلا باها نهائيا. عاد انا معاك يا نفس، ما تنسيش هادشي ان شاء الله ما يوقع لي والو. نفس بصح بعد عليه مسح لها عينها من الدموع، ربي كبير وانا متاكد غير رجع معاك للدار. ان شاء الله. حطت راسها على صدره وكيطلع يديه مع دراعها كيحاول يهدئها. تحل باب الغرفة العمليات وخرج طبيب منه، حيد الكمامة وشاف فيهم توجو عنده. كانت عنده كانت هي مفزوعة. نفس كيبقى بابا مزيان؟ شنو غنقول لك، الاب ديالك تعرض لأزمة قلبية مفاجئة مع الأسف، خاصو يبقى في العينين المركزة باش نشوفو المضاعفات. نفس واش غيعيش ياك؟ وداكشي مع تيسير الله دايمها فشلات هدرتو، ما عطا أمل ما والو. جلست على الفوتوي عاد بلاتي انا غنجي دابا، شدت لي في يديه ما تخلينيش عاد عفاك، ما غتعطلش جاي دابا واخا. بس لها راسها طمعنها بعيني وخلاها مشى عند طبيب نيشان. فتح الغرفه بلا اذن بلا والو، عاد نسبه انه يعيش على نصر. نصر وانت عارف ازمه قلبيه مفاجئه. عاد عاد جلس دير مفجعتك، ما بغيتيش تالم سمعتي. نصر ونطلبوا من الله خير. اكيد حكيني فو شكون هذيك؟ عاد شاف فيه وخنزر. نصر وما تفهمش غلط، غير بغيت نعرف. عاد حبيبتي نصر بصدمة كبيرة حيت منين شاف نفس عجباتو بزاف. والله يخليكم بعدكم جيتو مواتين. عاد هز راسو بمعنى شكرا، المهم عندي دير ما في جهدك باش باه يعيش. نصر ان شاء الله خويا. خرج عاد وحك وجهو وتوجه لعندها، لقى مازال على نفس الحال. مشى حداها وجلس جرها لي وعنقها. صباح جديد. نفس جالسة وعاد ما فارقهاش دقيقة واحدة، قف معاها وما خلاش حتى هي لقات بجنبها. عاد نفس نوضي سيري للدار ترتاحي. لا لا الدار خاوية مهجورة بلا بيه، واخا بدلي غير حوايجك وانا غنبقى هنا. لا سير نتا لخدمتك، شمن خدمة دابا؟ نوضي نوضي ما تعكسيش. شافت فيه راسي قصح منك، ما تحاولش معايا. ده هادو هو جاب لها ما تاكل، ما كلات غير بزاف منها واصراره، حيت من البارح في الغدا ما حطت اللقمة في فمها. شافت قدامها وكتفكر في ايامها معاه، جمع السلسله اللي داس قدامها اللي كانت كتبغي تضربها، هو كيوقف في وجهها، والثريه اللي كانت كتحرشها امها عليها، حتى نوضات الغيره في قلبها من جهه النفس. ويا ما حاولت تجلسها من القرايه، وشكون اللي كان ساند ليها وقف معها؟ باها نهدات بالم ودموعها ما فارقوش خدودها، كتمسحهم وتولوا يطيحوا وتمسحهم. خدودها تحرد بكثره الحكه والمسيح اللي مسحات. نهدات ونادت كتمشي في داك الرواق وكتحكي يديها بتوتر. سمعت الظهر كيأذن، شافت فهد اللي جالس بغيت نصلي. هز راسو فيها بصدمة، كتصلي؟ هزت راسها بقى، خصني نصلي المغرب والعشاء ديال البارح والصبح ضروري نصليهم، تعطلت. وقف وعاج والحال من الداخل، ما عرفش علاش حس هكذا، كل شي فيها مختلف. وبصلاتها حس بالافتخار من ناحيتها. عاد واخا انا تكلف، تسمت ليه ومشات للطواليت باش توضى. ما هو صون الرجال يجيبوا لها عباية نقية في البيض مع شال وصلاية وتقاشر حتى هما. طبعا ما خفاش عليه حيت كبر بين حيدر وحلم اللي كيصلي، وما بغاوش يبزوا على ولادهم الصلاة، حيت خاصها تكون خارجة من قلبك انك مآمن وما تقطعهاش. وصلوا ليه الصخرة مش قد سناها، مدلها اللي بغات طلب لها غرفة، دخلت ليها ولبست العباية وتقاشر.
تلقاها تصلايا وبدات صلات، كملات اوقاتها اللي فاتوها وصلات الظهر حتى هي، وصلات صلات اخرى كدعي الله يشافي لها باه، وكل سجده كطول فيها ودموعها في عينيها ما حبسوش نهائيا. شافت عطلات نطح الباب بقى مراقبها كتنوض وتصلي وتركع وتسجد كطول فيها ودموعها ما كيحبسوش. من سالات هزات يديها للرحمن كطلب الرحمه ديالو لانه ارحم الراحمين. ابتسم ملي شافها ناض، جمعت صلايا حطاتها في بلاستيكا وهزات القران اللي تما، هزات راسها شافته ولات حضرت عينيها وخرجت معاه وجلست كتقرا شويه هاد القران الكريم ودموعها كيطيحو بغزاره. جالس على مائده الفطور وكيفطر، حاني راسو قدامه بنت شابه ملامحها شهمين وحدها مرا كبيره شويه في العمر، ولكن جادة في راسها وما قالتها قليله بزاف. روان رئبال ما تمشيش اليوم الخدمه ياك؟ رئبال الخدمه عندي اهم حاجه. روان بحزن، واحد جيت وبغيت نجلس معاك هاد الايام، مازال الوقت فين نجلسو؟ مازال ما حددتو النهار اللي غتزوجو فيه؟ رئبال مازال الوقت. امتى؟ روان خالتي محجوبه، رئبال عنده الخدمه كثيره غير الساليه ونحددو النهار. محجوبه والعمر كيمشي وانتم كتكبروا ماشي كتصغاروا. رئبال كيطلع على ساعته ما فيه اللي يسمح هاد الموال، هذا الوقت خاصني نمشي. روان ابتسامة، رئبال غنجي عندك الشركة تصفقت مع رينات نخرجو جميع وحتى نتا اجيب معاك هاد، راك عارف لي كاين. رئبال شافها كتخطي من ورا ظهري. روان لا غير بغيت نخرجو جميع، ما فيها باس لا جمعنا الحباب او لا خالتي. محجوبة داك الولد ما عرفتو انا شنو باغي. رئبال ويخنزر فيها، خرجي هاد من دماغك ولا غنخليك منك ليه، سمعتي؟ روان حنت راسها، واخا. رئبال حاجة اخرى، انا ملي نكون مسالي غنجي لعندك، ما تعتبيش باب الشركه. واخا. خرج من تما وركب في اللوطو، توجه نيشان عند فدوى، واقف كيتسنى حتى كتبان ليه نزلات، كلاكسون عليها دارت بزوحة، جات بزاف مشات لعندو نيشان وركبات وسلمات عليه. رئبال يا صبحتي. الحمد لله وانت مزيان فطرتي؟ اه فطرت. اذا مزيان اليوم عندك عطله؟ كيفاش؟ لا لا ما عنديش اليوم. لا عندك هضرت مع زين وعطاها لك. فدوى واخا، فين غنمشيو في هاد المده؟ رئبال ابتسامه، افران وشنو غنديرو تما؟ نتسارى ورجع. فدوى سكتات. رئبال مالك واش خايفه مني؟ لا لا نمشيو علاش لا، مزيان. ديما راه اللوطو طالق بها الافران نيشان في شوط ديال الضحك والنشاط. رئبال كسر داك الحاجز اللي بيناتهم، ورا لي هذاك الشيء اللي باغي يوريها وجهو، الحنان والحب اللي باغي هي تشوفه منه. هاد الشيء واقع في حياتنا شحال من واحد كيصغر الحب ديال البنت اللي كتكون بريئه بحجه انها عجباتو وباغيها، وهي راه مسكينه كتسيقو ما كتفيق حتى كيفوت الفوت. وشنو غيوقف مع فادوها من ورا هذا الوجه الخداع؟ وصلوا الافران، نزلوا تساراو فيه مزيان وتغداو، تما شرا ليها الديكادو والضحك والنشاط، نشبعو شدو الطريق ورجعوا لرباط نيشان. في المشفى جالسه وضع ما يديها عندها، ما عندهاش الجهد، حولت تشوفو ولكن مخلاهاش الطبيب. وفضل العهد باش دخلات مشات لعندو، فتحات الباب الزجاجية، مشات شدات يدو وباسها وحطاتها على وجهها. ما تمشيش عافاك، محتاجك بابا بزاف، انت السند ديالي والحنان اللي ما كاينش عندي من غيره. بقى مستحيل نلقى شي شخص اخر في حياتي بحالك، محتاجك. رجعت باس يدي ودخلت الفرمنية. اختي الزيارة سالت. نفس شافت فيها، خليني معاها غير شوية عافاك، سمحي لي ولكن خص تخرجي. نهدات وخرجات، بس ليه راسو ودموع ناس اللي نبغيو شي ينشفو. عاد تبغي نمشي نجيب خصك؟ هزات راسها في ماما معاها وما خلاتهاش، انا متاكده. عاد نهد بضيق، شنو هاد الاخت عندك؟ نفس بعدات علي، تا ما عارف والو، اختي ظريفه ولكن ملي كتكون مع ماما كتقلب ليها راسها كامل. عاد وشنو السبب؟ نهدات، حافك خليني ساكته. عاد واخا على خاطرك. جات تجلس، شافت الطبيب والفرمنية لا تمخلوها كتشوفو مقلبها تخطف من بلاصتو، دارت مخلوها عندها. عاد بابا ما عرفت مالو. تهدني تهدني غير ما يوقع حتى حاجه، ان شاء الله يا ربي لا تورني فيه شهر يا ربي. بقات غاديه جايه وراسها غيتفرقع. تخرج الطبيب شاف فيهم، نصر الحمد لله على سلامتو، راح لعيني. نفست وسعد ضحكتها، الحمد لله يا ربي. نصر غنحولو الغرفه ديالو، نقدر نشوفو؟ اه يمكن، الحمد لله على السلامه. مشاو خلاهم، دارت عنده واحد النقاط وحتى هو فرح لانها فرحات، زيرها ليها وضحكت اللي خارجه من قلبها صافيها وحبها اكثر
وكثر. دات اسبوع على خروج بعلي من المشفى حتى نفس ما فارقاتوش، والخدمه قدمات شهاده طبيه بحجه ما تخلي حتى حاجه يقولها المدير، عارفه ان عاد راه هو اللي في يديه كل شيء. في البيت اللي قاداته وصايبات ليه بلاصتو، والفرحه خارجه من عينيها، وعاد واقف في الباب كيشوف فيها في هذا الاهتمام اللي كتقدموا ليه. نفس الحمد لله على سلامتك يا بو علي، نورتي داركم، لا بك كانت مهجوره. بو علي ضحك تقادو الكتاف واللي تبو علي عيط ناد وداس عليها في الكلينيك. نفس شافت فيه، حسن ما خليتينيش دقيقه واحده، هذا هو واجب. بو علي خيرك غير جاتك عليه الله ولدي، الا كانت من لحمي ودمي ما وقفتش مع اختها وفي محنتها ما شدتش في يديها. نفس بقى فيها الحال، انت غير ساعه انا ندير لك الشوربه ونجي عندك، خاصك تاكل باش تشرب دواك صافي. وبالي واخا بنتي ابتسمت لي وخرجت عينها مغرغري من الدموع، مشات نيشان للكوزينه وعاد موراها جا جلس على واحد الكرسي حدا الطبله كيشوف فيها. بدات تيلا وصونات لخصها شويه وجاوبات. نفس سوريا اختي سوريا شنو فوقاش غتجي تشوفي مبارك يسول عليك؟ وا محمد عنده الخدمه وانا متقله حامله، راه ما عنديش كيفاش ندير. نفس نهدات، فوقاش كتخلي بابا بوحدو؟ ياك انت اللي كتكوني الاولى الا غير كحب. وا نفس الو الو كتسمعيني؟ عرفات دارت بلاني، ضربات بالتالي مع الحيط حتى تبعتر، حطات راسها على البوطاجي. هادي سيمانة على الاقل كتصوني لها في النهار 16 مرة، كل مرة دير لها عذر اولا ما كتجاوبش كاع مرة ولا كتطفي عليها. نفس حسبي الله ونعم الوكيل. عاد وصافي يا نفس، شاف سوي قلبات الموضوع. غندير لي الشوربه كتعجبك؟ عيط ناد لا لا خاصني نمشي. نفس واخا، وقف وقرب عندها خدا وجهها من يديه. مبقيتش باغي نشوف الحزن في عينيك صافي. واخا ان شاء الله، بس لها رحصه يلا انا مشيت. نفس بسلامه، خرج وخلاها مع باها. قادت لي ماكلات ودواه باش نايضه هو يشد لها في يديها. ما تمشيش خاصني نعاود لك كلشي. نفس نهدات، ماشي دابا وعافاك بابا، يلا خرجتي من السبيطار. با علي العمر قصيره بنتي، سمعي مني اليوم معاك وغدا ما عرفت شنو يوقع. رجعت جلست حداه وكتعاد تسنى يعاود لها شنو كاين. هو كيعاود وهي كتشوف فيه مصدومه ودموعها في عينيها كيهبطوا. هذا الشيء وقع قبل 24 عام، كنا ثلاثه الخوت ومعنا اخت وحده، كنا عايشين ولحقت بيناتنا. اولهم مراتي ومرات خويا فخيته ما كيتحملوش، وزيد عليه حتى خويا اللي في الخارج كان مخلو وما دارو. تافقوا مورا ظهري وعمروا الاب ديالي عليا وعلى اختي، حتى لواحد النهار جرى علينا با من الدار انا واختي. ديك الساعه كان عندها ولد سميتو يحيى وانا مراتي حامله. جينا لهنا من اكادير للرباط وبدينا حياتها موراها. اختي ماتت الله يرحمها. نفس مسح الدموع، الله يرحمها. دابا يحيى ولد عمتي. با علي ابتسامه، اه ولد عمتك. نفس وبا فين هو؟ با علي من ساق الخبر بلي مراتو ماتت بكى عليها وخلى معانا يحيى، حتى صايب لي الوراق وداه معاه للخارج. نفس وشنو وقع من بعد؟ اللي وقع هو انه واحد الليله كانت اختك عندها عامين ومرضات ليا وما عنديش الفلوس، والمشاكل مع مراتي كانت خاصني الفلوس من جيب، وانا يا ربي مكافيه مع هادشي اللي عندي. خديتها ومشيت لعند الوالد على الله يشوف من حالي، وخا حلفت لوليت مشيت لعندهم، ولكن ما كان عندي ما ندير. تلقى ليا عبد الله وحسبني في الباب، حبسني في الباب ما خلانيش ندخل، جرى عليا ورجعت بحالي مأزم، وغير المحسنين اللي عاونوني وداويتها. نفس ما عندهمش القلب، بابا وجاي عندك بوجه حمر، كنت غير خسرك بسبابه. وبالي بلاتي نكمل ليك، متقاطعينيش حسن نكمل. واخا واحد النهار صونا ليا التالي من نمره غريبه. ايوا كانت نمره من الحبس، حطات يديها على فمها. الحبس؟ جاوبت ديك الساعه ونطق واحد الصوت ديال المراه بخوف واستغربت. جاوبتها شكون معايا؟ قالت لي انا هنيه كنصوري لك من الحبس في اكادير، بغيتك تجي عندي ضروري محتاجاك. نفس اه مشيتي؟ معلوم مشيت، صورت عليها دخلت عندها كانت فقت زياره ما عرفت حكايتها. اه شنو قصتها؟ بعدي تزير وبدا كيروي لها التفاصيل. بنت كانت عايشه في العربيه وكانت مرات خويا، مشات لسما بزاز عند جدك وشافتها. كانت البنت عايشه ما فحالهم مش ما تبا، وخاصها تخدم باش تعيش عائلتها. قالتها لمرات خويا ومن الاحترام زعما قالتها الوالد، وقال لها جيبيها الفيلا عندنا كبيره تخدم. وافقات وجابتها سكنت عندنا وخدام على راسها، وراسها خفيف في داك الوقت، نيت كان خويا يلا جاي من الخارج، كان مزوج وعنده بنت. وديك الساعه اللي عارف انه عندها 3 سنين هي هذيك، شاف هنيه عجباتو حتى هي. نهد بضيق وسكت ونفس كتشوف فيه. شنو وقع من بعد؟
ولا فين ما يشوفها يتقرب منها وهي صغيرة، دغيا تقت به ولات معاه على علاقة وهمها بالزواج بلي غيتزوجها وانا الشرع تهربها وقادر يدخلها ضرة على مراسو. من قلت قلت عقلها مشات معاه ودامت مدة عام ومراسو بدات كتشك فيه بزاف. حصل واحد النهار اللي كيحصل خلاتو مراسو حتى مشى لعندها وجابت ليه البوليس ودخلاتو الحبس هو وهنية. حاول معاها ولسان رطب خرج وبقات هي تما حيت ما عندها اللي يعاونها. نفس وشنو من بعد وباع لي عينيه تغرغرو بالدموع. بعد عرفت راسها حاملة واللي زاد صدمني انها عرفت راها مريضة بالقلب خاصها تأمل على بنتها أولا ولدها حيت الطبيب قال لها تختار شكون يعيش. وعدت انني نمشي لعند خويا ونحاول معاه وداكشي اللي كان. نفس قلبها تسير عليها ودوات بصوت ممحوح ومشيتي وضروري مشيت ولكن مبغاش. حاولت وحاولت ولكن والو. قال لي الا بقات فيك سير عيش انت حتى الموت. نهار قال لي انا ما عندي حتى علاقه من غير مراتي وجرى عليا كيف ديما ورجعت عندها ولكن هاد المره قالوا لي انها كتولد. تسناها تسنيتها وبقيت على برا حتى كيخرجوا لي البنت صغيره في القماط زوينه ومغمض عويناتها. هزيتها بين يدي وصورت على هنيه حنا وراسهم قالوا لي ماتت وعطاوني شي ورق ومسلزمات ديالها. وقفت على مراسي بالدفن دفنتها وجبت البنت للدار ولقيت مشاكل مع معك حيت ما قبلتهاش ولكن كانت امانه عندي ووعدت راسي نحميها. عرفتي شكون هاد البنت؟ شاف فيها حركات راسها بالله وقفات مصدومه منها ملي سمعات والدمع ما بغاوش يحبسو. توجهات للشرجم حلاتو والنفس قطعات فيها كتشهق ما قدرش تطلع النفس نهائيا حتى طاحت الارض. وبا علي تسخل عليها نض لعندها بجهدو اللي باقي كيشوفها مشى كيقلب على تالي حتى كيشوف ديال اول مره طلع له عهد ولقى ما يدير من غير يصون اللي هو بالذات. وصل الفيلا راسو غير طرطق عليه دخل كيتفاجئ بريناد وامين شيماء رقبال وروان عقد غوابشو وتنهد بزاف. ريناد ابتسامه خارجه من عينها ها هو جا اخيرا عاد الدار دار نجي لا وقت ما بغيت بنادم ما يجيش بالعراضه. ريناد سرطاسه لا غير عرضت عليا شيماء. شيماء لا اختي ما عرضتش عليك انا اللي جيت راه دار ولد عمي. روان بغات تعتق الموقف ما فيها باس لا تجمعنا شي نهار. لا عاد تجمعوا اه ما قلتش لا ولكن ماشي في داري ما عنديش انا كوري. خلاهم وطلع امين ابتسامه ما ديوش عليه راك عارفينه قاعد حاجه عنده هي الواحد يجيب العراضه. ريناد وقفات غنطلع عنده. شيماء سيري انت غير ما تجيش تجي كتهرني تاني. عداتها شفيها وطلعت عنده كان دخل الحمام كيغسل وجهه خرج يلا محيي التريكو ديالو كيشوفها جالسة وكتشوف واحد الكادر ديجيتال كدوز كدور وكتبتسم. اه دوا يعقد غباشو شنو كديري هنا؟ ريناد طلعت عنده قلتها وغنعاودها مع عمري غادي نمل عاد حتى تكون ليا. شد لها يديها وزيرها لها مزيان نهار اللي مازالت حط يدك عليا نقرض عليك. ريناد دموعها بداو كيطيحو عاد يدي عافاك الخي مبقيتش نعاود. تفكر نفس وديك الجبهه ديالها معاها ما كتخافش منه تفعو شاف فيها بغيت. هذا هو الفرق بيناتكم. هو دخلها تما كدور في عينيها شاف فيها كاين شي غدا امين موجود راه غا كنتسناوك غير نتا عاد دار ومشى للحصال ديال الاكل جلس ما تسناهمش تبعو جلسو كياكلو كيف ديما هضره ما كيهضرش غير الا كانت شي حاجه مهمه. وريناد كتشوف فيه وباغية تقرب وما عارفاش كيفاش حتى كتشوف التالي كيصوني هزو شاف شكون ويجاوب عاد وي وبا عليه ولدي. نفس طاحت الارض ما كتنفسش بالنهجة طاح الكرسي من اللور كيفاش اش كتقول وبا عليه اجي ولدي بنتي كتضيع مني. خرج كيجري وخلاهم كيغوسو تما سمع حتى حد ركب مباشره مكسير الحي نيشان دخل الجيران كيبركو اللوطو هاي كلاس نزل مشى كيدق مجهد فتح ليه بحلي عاد فينيا راه في بيتي. طلع كيجري لقاها قربت تولي سرقه تخلع عليها هزه من يديه هبط بها ما 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 ما, ما تكلم ما حضر ما حتى شي حاجه ركبها في اللوطو كسيره شد لها في يديها حس بالخوف من جهتها خاف لا يخسرها عرف قيمتها في حياته انه طاح فيها فعلا وبغاها من قلبه. وصل ونزل دخلها للمشفى كيجري ودخلها لداخل لقاها هو كيتسنى برا جالس في المشفى كيحك جبهتو كيتسنى على شي خبر الف سؤال في دماغه كيفاش ليك خلاها مزيانه واش شي حاجه غصباتها خلاتها وصلت للحاله والا كان الموضوع متعلق باختها فغيشفف بها الارض ويربي حيت مازال ما تزاد هذا اللي ادي البنت اللي دخلت لقلبه بلا استئذان. نهاد وقف من شاف الطبيب خارج عاد كي بقات الطبيب تنفس ديال الضياق داكشي غنخليوها معانا حتى الغدا تحت التنفس الاصطناعي عاد ولات بخير اه الحمد لله على سلامتها قدرت تشوفها اه
خلاه مشى وعاد وراسو الفرم ليا الغرفه، مشى لعندها فتح الباب، ما بغاش يشوفها في هذا الوضع نهائيا، غمض عليه بخوف. عاد شد لها يديها، خفت عليك بزاف، ما عمري خفت على شي واحد ولا تسوقت ليه، ولكن انتي بحسك غير في قلبي كبيره بزاف. الله يخليك ليا، ما نبغيش تعاودي حيت ما غتبقى حياه من موراك. رجع بس ليديها وخرج صونا في النمره تنفس وطمن بالي عليها انها غتبات في المصفى، ماشي يستقم التنفس ديالها ورجع عندها. جلس حداها هي ما حاساش به نهائيا، بقى معاها حتى صونا ليه التالي شاف شكون وخرج لبرا جاوب. عاد وي الوليد حيدر فين هاد الغبره؟ غير الخدمه، قالوا لي كتي في المشفى هاد الايام، حك وجو ما قدرتش نخليها بوحدها في هاد المحنه. حيدر ابتسم بافتخار، هي شي وحده؟ حتى نجي لاكادير. حيدر كنتسناك، تهلا فيها عندك تخرج فيها عصبيتك. عاد تكون هاني بسلامه. قطعو تنهاد مشى جاب ليه قهوه ورجع دخل عندها البيت، جلس حداها شرب القهوه وهو كيشوف فيها، مملش نهائيا كيتسنى غير فوقاش تحل عينها باش يشوفها. اصبحنا واصبح الملك لله، فاق صباح شاف فيها مازال نحسة، نهد حك وجهه وقف عند راسها وخرج مشى غسل وجهه جاب قهوه رجع الغرفة ديالها حل الباب، كان السرير خاوي قد غباش مشى الحمام نفس غير صمت نفس واش نتي هنا؟ غنحل الباب. صح الباب ودخل ملقاهاش، خاف عليها خرج شاف الفرمينية شدها بالنطرة ودخل الغرفة، هي ما عارفة راسها باش تملات. المريضة اللي كانت هنا فينا هي؟ ما عرفتش والله. كيفاش ما عرفتيش المريضة؟ والله ما عرفت عاد جيت دفع وخرج كيقلب ملقاهاش، ركب في اللوطو كسيرة الحي مشى للدار كيدق فتح ليه بالي بالي كيبقى بنتي عاد كيفاش واش ما جاتش؟ لا ما جاتش، كديتيها للسبيطار، فين هي بنتي؟ حك شعرو شنو وقع؟ شنو كانت بخير وعلى خير؟ والبارح ملي مشيت شنو قلتي لها؟ شنو قالت لها اختها ولا تولات بديك الحاله؟ با علي شد على الحيط وجلس، انا السباب، انا بسبابي هربت بسبابي. عاد بي غوت علاش هربات؟ شنو وقع؟ قلت الحيله. با علي عاود ليه كل شيء من طقطق السلام عليكم. واحد مصدوم من اللي سمع، داكشي علاش دابا ما كاينش لها الاثار، داكشي علاش وصلت لهاد الحاله. وقف صاعر كيحكي وجهو كيحاول يهد راسو بزاف حيت ما عندو ذنب، ما دار غير الخير فيها، الشي اللي ما داروش باها. عاد عند من غتكون مشات؟ با علي وما عندها حد في الدنيا، صحابات؟ با علي تفكر، ايه بنت وحده هي فدوى، واخا خلي التلا ديالك حداك انا نتصل بك الا عرفتي حاجه. كان خارج وهي تفكر، جا عندو خدا التلا ديالها وصيفط الطف ديالها للتلا ديالو وخرج تصل في البلاصه. عاد الوالد غنصيفط لك صوره وبغيتك تقلب ليا على هاد البنت، ما خدات لا تالي لا والو، قلف اكادير انا في الرباط. حيدر واخا عاد بغيتها تكون سالمه ما يبقى لها والو. حيدر كون هاني. قطع وصيفط ليه الصوره وصيفط حتى الاسم ديالها نفس القدميري. بدا حيدر في التقلاب حتى هو مشى قلب عليها بدوره، كيدعي الله تكون بخير وعلى خير والا مستحيل يسكت الا وقعت لها شي حاجه. جالسة فدوى في المكتب ديالها انت كتشوف رقبال دخل عندها، جلس على الفوتاي كيشوف فيها ابتسمت لي وحنا طراسه. رقبال توحشتينيش؟ لا ماشي هكذاك، ومال شنو مازال ما عطيتينيش رايك؟ دازت سيمانه حطات فدوى القلم وشافت فيه صراحه تخوف من هاد العلاقه رقبال، ما مستعداش ليها. قف ودار عندها البيرو جلس عليه جن، خدا يديها باسة مع ابتسامه ساحره كيشوف فيها، هي ما تيقش فيا ياك؟ فدوى حنا طراسه، لا تيقى فيك، شوفي فيا. بقى كيحاول معاها حتى قنعها بطريقته انها تقبل انها تكون علاقه بيناتهم، حتى كيسمع التليفون ديالو كيصوني جواب كان عهد. رعبال وي عاد فينك انت؟ مع فدوى اش كاين؟ نفس معاكم؟ رعبال لا ما معناش، علاش اش وقع؟ كاين والو، عطيه عطله تجي تجلس مع با في الدار حتى ترجع نفس. رعبال واخا فهمت والو، ولكن انا نهضر معاه. عاد واخا قطعو شاف فيها خسلة من شعر القصير على وجهها ونطق هذا عهد، قال لك نفس ما كايناش وغابر على الاثر وخاف على باه وخاص باش تبقاي معاه. فدوى باستغراب، هاد شنو علاقتك انت به؟ رعبال كيفاش علاقتي به؟ راحنا صحاب. فدوى هزت كتافها بعد مبالاه، واخا انا نمشي. رعبال ما سخيتش بك. فدوى ابتسامه، نتلاقاو مره اخرى. رعبال واخا نوصلك. لا لا بلاش نجد طاكسي. رقبال ابتسم وخوى لها الطريق، هزات ساكا وخرجات نيشا للدار ديال نفس. عهد بغى يحماق عليها بالتقلاب، خدم جميع رجاله بعد ما طمأن ان فدوى مع بحلي، ومشات معاه حتى شيماء اللي كانت داخله الشركه، حتى كتفاجأ انها خارجه ومشات معاها في طاكسي. قلب وعاود ودابا ساعه كيسول بحلي واش جات، ولكن والو. داز نص نهار
حيدر اتصل بي قال لي انه ما كاينش في اكادير، حتى كار ما ركبت فيه. حك وجهه، الخوف متملكو، مشى لجنب البحر وفراسو الف سؤال فين مشات فين. هذا حتى كيوصلو ميساج بلي شي وحده جالسه في الباب ديال الدار اللي خارج المدينه اللي كانت داها لها تما كتسناه. استغرب وتمنى تكون هي بالعقل، مشى طاير لتما وطريق دار فيها اقل من ساعه. دور راسو شاف العساس، كان راجل كبير في العمر اللي مكلم بالدار. العساس: سلام ولدي، عاد فين كاين البنت؟ راه جالسه جنب البحر من هي. كيف دايره؟ قصيره شويه، كانت لابسه سروال جين مع تيشورت شعرها طويل ما شاء الله. بانت ليا كتبكي. عاد واخا، كيفاش جات لهنا؟ شفت الطاكسي حطا ومشاو، انت محرم شي واحد يجي لهنا، داكشي علاش علمتك؟ عاد نهد ثلاجة عامرة ياك؟ أساس: أه ولدي. مزيان، شكرا بزاف، غير سيرتا. أساس: بالسلامة ولدي. مشى العساس وعاد توجه جيت البحر، لقاها جالسة وشعرها كيطير مع الريح، وجا معايا يديها عندها بسبب الريح. جبت التالي واتصل: عاد لقيتها. وبعلي فرحة، واش بالصحة ولدي لقيتيها؟ أه، غير غتبقى معايا واحد اليومين على ما ترتاح، وكان وعدك رجعها. واخا ماشي مشكلة ولدي، غير رد لها البال الله يرضي عليك. كون هاني. قطع وتوجه عندها هوال على خزيت، وقف من موراها: كيفاش قدرتي تهربي؟ كيفاش؟ سالا الجزء الاول، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش اللايك، ونتلاقاو ان شاء الله عما قريب مع الجزء الثاني من هذه القصه.